الأهلي يحقق فوزا غاليا على الرجاء المغربي بهدفين دون رد. محمد عبد المنعم، نسينا من كتر الضغط، محمد عبد المنعم وحمدي فتحي. نتيجة تعتبر جيدة لمجريات المباراة بالنسبة لنا، يعني ما كناش متوقعين في بعض الأوقات المردود من الفرقتين. يعني حتى الشوط الثاني ما كانش فيه خطورة يعني على المرميين تقريبا، هو كورتين هنا وكورتين هنا وانحصر لعب في نص الملعب، ولكن النتيجة تعتبر بالنسبة للنادي الأهلي نتيجة جيدة وفوز غالي على الرجاء المغربي. كابتن علاء، نادي الأهلي حسم الشوط الأول والنتيجة تعتبر جيدة، ألف مبروك. ناخد الله يبارك فيك أيمن، مبروك على جماهير النادي الأهلي خصوصا جماهير في الاستاد النهاردة. هاخد بقى من كلمتك، يعني هاخد من آخر كلمة أنت قلتها، نتيجة إلى حد ما مطمئنة على أداء متواضع، أداء إن إحنا متوسط أداء الرجاء. يعني لو في حد في الاستوديو عنده رأي غير كده يقول لي. ده فريق متواضع تماما. ده اللي كان النهارده، انا كنت اتمنى يبقى 3-4، وكان لو انت في حالتك الطبيعيه مش اكتر من كده كنت ممكن 3-4، لكن نتيجه لما تيجي تحسبها ايمن في في, في كنتيجه جوه ارضك، لا، هدفين الحمد لله ممتازين. تسافر ان شاء الله المغرب هتلعب باريحيه، لان الرجاء لو هو ده مستوى الرجاء وانا هو فعلا مش هيزيد عن كده، لا انت ان شاء الله تقدر تسير الشوط الثاني هناك بطريقه بهدوء، مفيش فيه مشكله، لكن لازم فرقتك تبقى في مستواها الطبيعي. انا مش طالب احسن مستوى، انا عايز مستوى طبيعي بس لكل فرقتك النهارده، مش اكتر من كده. لكن 2-0 مبروك الحمد لله، خطوه مطمئنه ان شاء الله لتوصل لقبل النهائي في وجود جماهيرك العظيمه كانت موجوده النهارده. كنت اتمنى ان الجماهير كانت موجوده النهارده ايمن، كانت تستاهل اداء احسن من كده بصراحه. جماهيرك النهارده اللي موتت نفسها عشانك دي، لا، كان ادائك لازم يبقى احسن من كده بكتير جدا. الرجاء، لا، الرجاء ظهر بالظبط اول ربع ساعه من الشوط الاول، الشوط الثاني يعني بدايه الشوط، نهايه الشوط الاول، بدايه الشوط، من نهايه الشوط الثاني كله، لا، ما فيش حاجه اسمها الرجاء. فريق تحس ان بدنيا كمان مش بدنيا تعبان. ما اعرفش يعني النادي الاهلي النهارده كمان اللي عمل مشكله اللي هنتكلم عليها النهارده، بطء 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 في التمرير والحركه، هو ده اللي فرق معاك النهارده. انت النهارده لو بتمرر في خوف وقلق شويه من ايه يا ايمن؟ من ايه؟ ماتشات، عارف الماتشات اللي هي خروج المغلوب دي، لا، خروج المغلوب في حذر فيها شويه، الكلام ده لو انت في حرص شويه، لا، الكلام ده لو انت مش متمرس في الموضوع ده انا معاك. انما انت الحمد لله كام سنه بتوصل للدور ده، ووصلت مع الرجاء السنه اللي فاتت وعديت، لكن البطء اللي النهارده ايمن غير مبرر، لا، بطء في الحركه وبطء في التمرير هو ده اللي النهارده خلى المنظر كده. لكن هنا تقول ايه، خلي النبي المنظر على جنب يا عم علاء، و2-0 نتيجة الحمد لله لحد كبير كويسة. مش رجاء عشان يكسبك 3 في المغرب مع الإمكانيات الضعيفة بتاعت المغرب اللي شفتها، لا لا، الموضوع بعيد جدا. مع اختلاف أدائك أكيد الموضوع مختلف كفكر كولر وكشكل أداء، لكن في الآخر تقول الحمد لله. لما نيجي نتكلم فن هنتكلم، لكن الحمد لله نتيجة ممتازة، وألف مبروك على النادي الأهلي، وإن شاء الله يا رب الخطوة الثانية في المغرب نخلص الدور ده على خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل، الف مبروك، خطوه مطمئنه قبل ماتش العوده ان شاء الله. ماتش صعب. صحيح. فرقه الرجاء عشان بس عاوزين نعرف واصله لمرحله كويسه من التكتيك. انت بتتكلم مع 70,000 متفرج اللي في استاد القاهره، والضغط العصبي اللي على فرقه الرجاء، وعندها ثبات وبدلتك بالهجوم اشتغلت معاك كويس. يعني عايز اقوله لك ان مكسب النهارده النادي الاهلي مكسب جيد جدا، ومكسب يحسب للاعبين بعد التعب اللي انت تعبته الفترات اللي فاتت، بعد خروجك من كاس، تشتغل على كاس مصر، وبعدين تشتغل على الدوري، وبعدين تشتغل على كاس مصر تاني، وبعدين تروح افريقيا، وبعدين تتعب وتشتغل وتعمل. لا، النادي الاهلي النهارده عمل نص الشوط الاولاني، نص المباراه، نص المباراه، الشوط الاولاني خلص، الشوط الثاني هناك. صح. صعب للغايه. طبعا. صعب صعب، جمهور هيبقى كبير. تاني حاجه، اللاعبين الرجاء صغيرين في السن، مجهودهم عالي. هم النهارده ما كانوش، يعني اللي انا عايز اقول لك في الحته الهجوميه كويسين، لكن فريق جيد. يعني
فريق بيوصل للنص النهائي او الربع النهائي وعلى ارضه كمان الامور بتختلف. على ارضه على ارضه مره رجع 4-4 في خمس دقائق من جمهور مع الوداد، مع مش عارف كان الوداد بيتهيألي كان بيلعب الوداد، كان متاخر جاب 4 جوان. يعني الموضوع مش سهل. النهارده النادي الاهلي ادى كويس من وجهه نظري في النتيجه. ايوه. اما حته الاداء بتاعه بعض اللاعبين ما كانش في يومهم، ولكن قدرت ان انت تكسب 2-0، انت كسبان 2-0 وانت كان ادائك مش عظيم قوي، ولكن انت كسبان 2-0 نتيجه مش قليله. ايوه. في كره القدم صحيح. مع فرقتين، مع فرقه قويه كمان، وفرقه قويه. يعني انت قبل كده السنه اللي فاتت فاكر ولا اللي قبلها اللي فاتت احنا هنا 2-1 2-1 وهناك 1-1 وهما جابوا جول في بدايه المباراه، هما جابوا جول في بدايه المباراه. صحيح. كره القدم في الوقت الحالي يا كابتن لا تعترف الا بحاجه مهمه، انك انت لاخر صفاره في المباراه الثانيه ما تامنش. صحيح. انت لعبت هنا ممكن تبقى هناك افضل. مظبوط. زي ما هم كانوا هناك هنا ممكن يكونوا افضل هناك بعد فترات، بس ما كانش في خطوره على مرمى هم الشناري. فرقه خطر للغايه طبعا. على ملعبهم قوه غير عاديه، جمهور غير عادي، ولاعيبتنا لازم ياخدوا الموضوع خلاص. احنا اتعاملنا وخدنا الشوط الاولاني 2-0، لسه الفتره الجايه بغض النظر عن الاخطاء اللي حصلت منهم ومنك، مع كره القدم انت في التلت الاخير من السنه كده، خلي بالك انت خارج من شهر رمضان، خارج من شهر رمضان، انت تاني يوم العيد، يعني انت مجهد للغايه. هم كمان مجهدين، هم مسلمين وبيصوموا زينا عادي، لكن انا بتكلم على انك انت خارج من صيام بعد 30 يوم. انا كنت متخوف من المباراه ان تبقى القوه البدنيه فعلا، المباراه مأثره على الفرقتين في القوه البدنيه، خلينا نبقى معترفين وكده، ولكن انت حسمتها بخبرتك، حسمت جونين بخبرتك، ده اللي انا سعيد بيه. ومن هنا بقول ان احنا نبدا في المشوار الثاني بقى، الشوط او في التكمله بقى. مزبوط. التكمله ما تبقى سهله. 1، انسى النتيجه، نازل هناك ها لازم متعادل هنا عشان توصل. صح. بمعنى، ولكن بحرص، مش تروح تهاجم عشان تجيب جون عشان تكسب، لا انا بكلمك انك انت متعادل هنا. مبروك. صحيح. مبروك للجمهور العظيم اللي بان. انا لو في استاد اكبر من كده 1000 مره هتلاقي جمهور النادي الاهلي موجود. صحيح. تشجيع على طول. وخلي بالك دي من الحاجات اللي ممكن تكون شدت اللعيبه شويه، ممكن يعني بعض اللعيب، بعض اللاعبين طبعا. انت عارف ان الجيل ده من 2011 ما بيلعبش قدام جمهور، يمكن قليل قوي اللي لعب منهم قدام جمهور، اللي بيروح المنتخبات وحتى مش بيلعبوا باستمرار. لكن جمهور النادي الاهلي بيعرف يحتوي لاعبته. مبروك النهارده الفوز في الشوط الاولاني، ان شاء الله نبارك لبعض لما نوصل ان شاء الله لنصف النهائي. كابتن بلال الف مبروك، النادي الاهلي بيفوز النهارده 2-0، قطع شوط كبير ان شاء الله في التاهل لدور الاربعه. مبروك طبعا يا كابتن ايمن للنادي الاهلي، مباراه صعبه، مباراه صعبه تكتيكيا يعني. طبيعه الحال خلاص انت دخلت في المباراه الاقصائيه، فطبيعه الحال الكره الجماليه مش هتشوفها. صح. كتير يعني، حتى المباراه اللي لك ممكن ما تلاقيهاش كتير، السيمي فاينل ممكن ما تلاقيش مباراه جماليه، الفاينل نفسه كمان. صح. ممكن تلاقي المباراه كلها تبقى مقفوله. الفكره كلها ازاي تكسب. صح. ازاي تحاول انك تكسب، وازاي تحاول انك ما يدخلش فيك. صح. اهداف، لان مباراه النوك اوت زي ما احنا لسه عايشين في افريقيا، مباراه يعني هي نتاج الماتشين، حاصل نتاج المباراتين، هتكسب هنا كام وهتتعادل هناك، وتعادل هناك وتعادل هناك كام، هتكسب هنا قد ايه وهناك هتكسب قد ايه، هيدخل في مرماك اهداف ولا لا. هي دي الحسبه بتاعه مباراه النوك اوت. الاهلي النهارده ممكن يكون مباراه متواضعه حقيقي فعلا، ممكن يكون في بعض النقاط اللي ممكن يعني عايزين مستر كولر يعني يغير منها شويه، التغييرات المتاخره يعني، انك احنا خلاص قرينا الجيم من بدري جدا جدا جدا، مين هينزل مكان مين، الملعب ممكن يتحمل مين مع مين، يعني في حاجات هنتكلم عليها واحنا بنتكلم فنيا. لكن انت في النهايه بتقول يا كابتن ايمن انك انت بتلعب مباراه قدام فريق برضو يعني عنده نظام،
يعني عنده ممكن ما يكونش فريق قوي جدا 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 يعني، لكنه فريق منظم صحيح. منظم بيعرف يقف كويس، وال18 من ال18 بشكل كويس، بيستغل الكرات العرضيه بشكل جيد، خطر جدا في الكرات العرضيه، الكرات الثابته برده خطر جدا، ممكن يشكل عليك يعني عبء كبير في الهجمات المرتده السريعه، ولكن انت قدرت حتى في الحاله دي انك تكسب بنتيجه صح. جيده 2-0 نتيجه مش وحشه من وجهه نظري الشخصيه، 2-0 برده هي مش النتيجه الكبيره، ولكن برده مش النتيجه اللي تخليك قلقان، نتيجه برده تخليك وانت رايح مطمن، لان خلاص انت كل دقيقه بتمر هناك كل ما متوتر صح. متعصب مستعجل جدا مرتبك عايز يسجل اهداف، الفكره كلها انك هناك تحافظ بس على النظام بتاعك، تحافظ على التنظيم الدفاعي، ممكن طريقه اللعب تتغير هناك، تتغير طبعا مليون في المية، مليون في المية طبعا، ومش عيب طبعا، الكبار هم اللي بيلعبوا على قد الجيم، يعني انا هلعب ازاي الجيم ازاي ظروف الماتش، انا كمدير فني هشتغل ازاي، هشتغل بأني طريقه، الطريقه المناسبه لفرقه الرجاء، ما هو ممكن النهارده الطريقه المناسبه ليا مع صن داونز ما تكونش هي نفس الطريقه المناسبه مع فرقه الرجاء صح، لكن الاهلي النهارده في ظل هذه الظروف فوز جيد من وجهه نظر الشخصيه، فوز جيد تمام، كان ممكن خد بالك تسجل اهداف ثانيه، يعني مع رغم ان الاداء مش افضل حاجه، مش الاداء اللي احنا كنا منتظرينه، ولكن الفرص اللي ضاعت برضو بالنسبه لك فرص كانت ممكن تحقق نتيجه افضل من كده بكتير جدا. النهارده حسيت نهايه المباراه ان في بعض الاجهاد، حسيت ان اللعيبه خلاص نهايه المباراه برضو يعني في 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 تحامل، ده اللعيبه يعني حاسس كده بحمل شديد شويه، هل هو مثلا من كتر المباريات اللي بتتلعب، الضغط العصبي والماتشات اللي ورا بعض، الضغط الجماهيري اللي موجود النهارده، برده فرقه الرجاء فرقه اول يعني واخده اول المجموعه، بتلعب برده فرقه يعني انت برده عامل حسابها شويه طبعا. خايف وقلقان، بتلعب اول مباراه داخل ملعبك، كل دقيقه بتمر عليك انت برده متوتر، عايز تسجل اهداف، عايز تكسب، دي كلها برده عوامل تخليك تخرج بشكل مش مرضي بالنسبه لك، ولكن خلاص انت كسبت 2-0، المباراة اللي جاية لسه قدامها أسبوع، الأهلي فريق قوي، فريق منظم، عندنا لعيبة عندها إمكانيات وقدرات عالية، المميز في الأهلي في الوقت الحالي هو دكة البدلاء، ده المميز في الأهلي، يعني سواء إذا كان حمدي ابتدى، اليودانج قاعد بره، السولية قاعد بره، مروان ابتدى، شريف قاعد بره، أو شريف ابتدى كهربا، بقى عندك بدايل تقدر في أي وقت تنزل تغير رتم الماتش، مش بس النتيجه، لا تغير من رتم الماتش، عندك سرعات بره، عندك لعيبه عندها مهاره، عندك لعيبه قاعد بره، عندك لعيبه مختلفه، يعني لعيبه قدراتها مختلفه، ولعيبه وقدراتها وامكانياتها جيده، يعني انت وانت قاعد بره لا وانت بتدور لا بتقول انا عندي حلول، عندك حلول تمام، ما بتقولش مين ممكن ينزل يخلص الماتش ده، لا انت بتفكر مره واثنين وثلاثه، طب يا ترى ننزل حمدي فتحي، يا ترى افشل اللي ينزل، يا ترى شريف اللي يغير، يا ترى مين ممكن ينزل، فعندك على دكه البدلاء حلول وحلول جيده، يعني طالما انت ابتديت تبص على دكه البدلاء وتقول انا عندي 1 2 3 4 ده نجاح للنادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي، ونجاح كمان للمدير الفني الحقيقه بتاع النادي الاهلي، فالنهارده مباراه جيده في نتيجتها طبعا للنادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه باذن الله يبقى فيه هدوء اكتر، تركيز اكتر في بعض، يعني في بعض الاوقات بس محتاج يدخل المباراه بدري قوي مستر كولر من وجهه نظر الشخصيه، تغييرات يعني طبعا طبعا طبعا، خلاص بص يا كابتن ايمن انت الفكره انا كمدير فني انا ليه بتاخر قوي كده في التغييرات، خلاص يعني لازم خلاص انا عايز اكسب، عايز اكسب نتيجه جيده النهارده 1-0 برده مش كفايه، يعني لو النتيجه خرجت 1-0 كنا زماننا قاعدين بنقول مباراه صعبه في اي وقت من الاوقات ممكن يجي الجول، فتضطر تلعب هناك شوطين، الحكم انت مش ضامن ظروفه ماشيه ازاي، الامور في افريقيا صعبه، بس هي المباراه صعبه في كل الاحوال برده، خلي بالك يعني الشوط الثاني او مباراه العوده برده هتبقى صعبه، لما تدور لما تنزل تدور على هدفين غير لما تدور على هدف طبعا، يعني الموضوع برده صعب، مش يعني تخيل لا قدر الله انت بتلعب اول ماتش ليك بره، لا ومين منافس يا بلاش صح، مظبوط يا كابتن، هدفين مع النادي الاهلي طبعا، ما ده اللي انا بقوله، تخيل طبعا يعني تخيل انت مثلا ايه، انت كسبان مثلا صن داونز هناك 2-0 هناك 2-0 وهو جاي يلعبك الناحيه دي، هتبقى قمه التوتر تمام، السربعه اللي هتبقى موجوده، الاحباط اللي هيبقى موجود، بيلعب النادي الاهلي كسبان، يعني الامور يا كابتن ايمن صعبه جدا 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 جدا، فعايز اقول بس هو النتيجه جيده جدا من وجهه نظري، اسم النادي الاهلي مخيف بشكل كبير جدا، يعني برضو من ضمن الحاجات الاسباب اللي خليتك في انك تكسب النهارده 2 والاداء يطلع كده، هو ان فرقه الرجاء برضو قلقان وخايف ومتوتر، جاي برضو بيلعب النادي الاهلي في مباراه في مباراه دور الثمانيه، الاهلي يعني الاربع بطولات اللي فاتت يا بيكسب يا في الفاينل، فالنهارده عايز اقول مبروك للنتيجه على للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى نحقق نتيجه جيده هناك ونكون اكثر تركيزا باذن الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله.
كابتن اسامه الف مبروك. ماتش صعب، ماتش ما فيهوش اداء جمالي كتير، ولكن فوز مستحق ومرضي للنادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي الشوط الاول. قلنا الاسلوب الفني في دور الثمانيه هيكون مختلف عن المجموعات. طبعا مجموعات انت بتحصل نقاط، الفرقه اللي هتحصل نقاط اكتر هي اللي هتصعد بعد كده. دور المجموعات مختلف في الامور الفنيه، انت عندك مباراه على ملعبك عايز تشتغل عشان تكون في صالحك، وعندك مباراه تانية بتكمل عليها. يعني المباراه النهارده الحمد لله افضل شيء النهارده في المباراه قبل احراز النادي الاهلي هدفين هو ان النادي الاهلي ما دخلش فيها هدف يا كابتن ايمن، ودي النقطه اللي احنا كلنا اتفقنا عليها في بدايه المباراه. قلنا النهارده ايا كانت النتيجه حتى لو كانت تعادل سلبي، النهارده نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي شباكه تظل نظيفه زي بدايه المباراه، وده اللي حصل النهارده. محمد الشناوي واحد من نجوم المباراه النهارده، الحارس الكبير، رغم ان ممكن ما يجيلكش يعني كور عليك كتير، لكن ممكن يجي عليك كورتين صعبين، لازم تكون مركز مليون في المية. النهارده محمد الشناوي خاصة في الشوط الأول كان بكامل تركيزه، كل الكرات العالية الركنيات الكرات الثابتة تعامل معاها النهارده بشكل ممتاز، كان صمام أمان للفريقه. فالنهارده أفضل حاجة النهارده في المباراة، أول حاجة النادي الأهلي شباكه طلعت نظيفة في المباراة الأولى. الهدفين الفريق الكبير ممكن وهو مش في أفضل حالاته إزاي يعرف يفوز. صحيح. خلي بالك ريال مدريد في دوري الأبطال ممكن ما تلاقوش بيقدم الكره الحلوه، لكن ازاي النهارده ازاي تقدر تطلع بالمباراه باللي انت عايزه. صحيح. النهارده النادي الاهلي قدر يكسب نتيجه 2-0، لكن انا اختلف مع الكباتن، 2-0 لسه برضو مش نتيجه مطمئنه، لسه عندك شوط تاني هيكون محتاج ان تشتغل عليه بشكل كبير. هناك جماهير المغرب وخاصه جماهير رجاء هتشوف ضغط جماهيري كبير جدا في المغرب، هتشوف هناك برضو ضغط وشراسه من بدايه المباراة من لاعبي الرجاء. فعلشان كده لازم لعيبة النادي الأهلي تستعد من بكرة لمباراة الرجاء الثاني والشوط الثاني اللي هيكون مباراة قوية جدا في المغرب. لا قدر الله الرجاء لو دخل وأحرز هدف في الشوط الأولاني هتفضل عندك عصبية طول المباراة. فعلشان كده بقول النتيجة 2-0 لا مش مطمئنة، لسه ما وصلناش، اللعيبة محتاجة تشتغل، محتاجة تركز، كولر محتاج يركز في المباراة الثانية أكتر علشان التفاصيل كتير. والنهارده هو فضل مثبت طريقة اللعب، ما غيرش كتير، 4-3-3 فضل مشتغل عليها طوال 90 دقيقة. حتى وانت كسبان 1-0 ممكن مدير فني يطمع ويقولك انا عايز اجيب التاني والتالت، لا فضل محافظ على الشكل. الحاجة بس الوحيدة النهارده اللي بلوم عليها كولر النهارده في التغييرة التالتة بتاعت خالد عبد الفتاح. النهارده كان ممكن النادي الاهلي يجيب التالت، بس هو كان واضح ان هو تفكيره الاكتر بالظبط حس بالاجهاد ان هو يحافظ على الهدفين. والحاجه الثانيه برضو انك ما تتلقاش هدف في مرمى، ده كان الهدف الاكبر. كان ممكن هي تغييراته النهارده واقعيه، حمدي فتحي نزوله، انا قلت لك من بدايه المباراه او بين الشوطين قلت حمدي فتحي مطلب انه يكون موجود، محمد شريف مكان محمود كهربا، يعني برضو تغييره واقعيه. لكن طاهر محمد طاهر كنت اتمنى ينزل مكان خالد عبد الفتاح، كان فيه مساحات كبيرة في ظهر الرجاء كان ممكن يشتغل عليها وكنا ممكن نحسم الأمور تماما. لكن الحمد لله 2-0 وانت النادي الأهلي يعني النهاردة كان برغم انك مش في أفضل حالاتك زي مباراة الهلال، لكن النادي الأهلي عنده الخبرات الأفريقية، اللعيبة برضو تقيلة في الملعب، ازاي امتى تستحوذ، امتى تسيطر على الكورة. الفرصتين النهاردة فيهم توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى. هدف الاولاني تواجد محمد عبد المنعم المدافع في المكان دوت، هي كانت كره ثابته وكره اتلعبت بسرعه ورجعت، هو فضل في ال 18 مكمل حطها. يعني طبعا حارس المرمى الرجاء قلنا ده من يعني من نقاط الضعف في فريق الرجاء، انس الزنيتي حارس مرمى يعني قصير، الكره الاولانيه بتاعت محمد عبد المنعم ما قدرش يتعامل معاها بالشكل المثالي. الهدف الثاني في مهاره من حمدي فتحي، ودي النقطه اللي احنا كنا بنطالب بيها، ديانج والسولية الناس اللي اختراق من العمق، الاختراق من القلب. حمدي فتح اول ما بيرستا مسك الكره هي دي النقطه اللي احنا كنا عايزينها من السولية وعايزينها من ديانج، ازاي تخترق في القلب ما بين الاثنين المساكين جمال الحركاس والهدهودي، اثنين ممتازوا بالطول لكن التمركز الدفاعي مش صحيح في بعض الاوقات. حمدي فتحي لما راح واخترق بيرستا وحطها له في حته نموذجيه، طبعا كان فيها توفيق في حارس المرمى. فبنبارك لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول، لكن لسه يظل هناك شوط قوي جدا هناك في المغرب، نتمنى ان شاء الله فيه النادي الاهلي التوفيق ويصعد فيه باذن الله رب العالمين ان شاء الله. نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي.
بجدد التحية ليك من جديد كابتن ايمن شوقي كل جمهور النادي الاهلي العظيم. فوز مهم ومباراه غايه في الصعوبه، لكن اكيد شوط اول قدرنا ان احنا نحسبه الحمد لله. عندنا شوط ثاني مهم جدا في المغرب، لكن كل الامور دي هنتكلم مع الكابتن سامي ومصاب مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك كابتن سامي، مباراه صعبه ولها تحضيرات كثيره جدا سواء المباراه دي ولا المباراه القادمه، لكن على المستوى العام بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كالعاده ليه البصمه وليه الهتاف ايضا كمان غلق مساحات كبير. نادي الرجاء بيحترم النادي الاهلي بشكل كبير جدا، جيم مميز قدرنا نحصل على هدفين مهمين جدا. قيم لنا المباراه كابتن سامي. اولا تحياتي كابتن ايمن ضيوف، وطبعا بقول لهم مبروك. زي ما انت قلت كلمه سر جمهور النادي الاهلي النهارده الحمد لله، اعتقد ان كان جمهور موجود بكثافه كبيره جدا، ادوا اللعيبه دفعه قويه جدا يعني، واعتقد اللعيبه النهارده الحمد لله برده ما خذلتهمش يعني. فرقه مميزه، خلينا نتفق لفرقه كبيره، الفرقه اللي صعدت لدور الثمانيه فرقة مصنفة في أفريقيا، عندها تاريخ، عندها لعبة كويسة، عندها بطولات كبيرة في أفريقيا، عندها مدرب برضو عارف يعني إيه إزاي يلعب في أفريقيا. يمكن هم دخلوا ماتش أحسن مننا شوية في البداية في أول 15 دقيقة، لكن الحمد لله بعد كده أعتقد إن إحنا كان عندنا حضور أفضل، توقيت الهدف ساعدنا. الشوط الثاني أعتقد برضو كان إحنا عندنا أفضلية منهم لحد ما سجلنا الهدف، أعتقد الحمد لله إن إحنا عملنا شوط كويس. زي ما أنت قلت لسه في شوط ثاني أهم وحاسم، عارفين صعوبته وعارفين جمهور الرجاء بنحترمه بنحترم لعيبته، لكن برضو إحنا الحمد لله عندنا من الخبرات وعندنا من المواقف اللي إحنا مرينا بيها دي. ان شاء الله تساعدنا اللعيبه يكون عندها ثقه في نفسها كبيره اكتر يعني، وتقدر ان شاء الله نحسم المباراه الثانيه ان شاء الله. كبير جدا بين هذه المباراه والمباراه القادمه على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري وعلى مستوى الاعداد كمان يا كابتن سامي، هتحضروا ازاي لمجموعه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، وازاي هتفكروا في مباراه العوده، لان مباراه العوده ليها حسابات كثيره جدا يا كابتن. زي ما قلت لك مباراه صعبه، مباراه صعبه جدا يعني. جمهور رجاء من جمهور مصنف في العالم كله يعني، بيدي الفرقه قوه كبيره جدا يعني. اللعيبه اعتقد ان هم فرقه مميزه، عندهم لعيبه مميزه، اعتقد ان يعني نتيجه المباراه برده كمان هتديهم دافع اكبر. لكن زي ما قلت لك احنا بنلعب على البطوله يعني، والبطل دايما بيلعب في كل المواقف يعني. ممكن ان شاء الله يبقى في اختلاف في شكل الفرقه وفي شكل التنظيم بتاعنا، لان انت عندك افضليه برده هدفين، فلسه الراجل ان شاء الله يقدر يفكر ويقدر ياخد القرار اللي ان شاء الله اللي يبقى مناسب للمباراه. جمهور النادي الاهلي كلمه اخيره على دعمه ومساندته المستمره الحقيقه للنادي الاهلي، ولسه منتظرين منه كتير يا كابتن. بشكرهم طبعا وبقول لهم احنا بنبقى مطمنين وانتم معانا يعني، حتى لو بنلعب احسن فرقه في العالم انتوا دايما بعد ربنا سند لينا، بتدينا قوه وبتدينا ثقه وبتحسسونا ان احنا احسن ناس موجوده في الدنيا كلها. فبشكرهم واتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا نقدر نساعدهم ونقدر نفرحهم اكتر واكتر يعني، لانهم يستاهلوا كده يعني. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. فوز مهم جدا بالتاكيد يا كابتن ايمن، نتيجه مهمه يا رب ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي قطع شوط كبير جدا في المباراه الاولى، المباراه القادمه لها كل الحسابات ولها ايضا كمان كل الافكار لمستر مارسيل كولر. يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل لفريق النادي الاهلي ويكون بطاقه التاهل من المغرب. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كابتن علاء، واضح طبعا ان في اقتناع من الجهاز الفني وكلام على لسان كابتن سامي ومصان ان الحسم لم ينتهي بعد 2-0، نتيجه جيده، فوز مش عايز اقول مطمئن قوي لان الكلام ده ممكن يوصل بسهوله برضو لبعض اللاعبين ما عندهمش الخبرات الكافيه، ولكن هو فوز مطمئن بعض الشيء، نقل الضغوط بعض الشيء لفرقه الرجاء، ولكن ما زال الحسم في المغرب. ده كلام العقل يا ايمن، الناس العاقلة وعارفة طبيعة كرة القدم، يقول لك لسه حاسمة في المغرب، انت ما حسمتش حاجة، انت بس خدت خطوة مطمئنة للمباراة ان شاء الله القادمة. 2-0 نتيجة كويسة، هو ما يفكر فيها، عنده شغل كتير جدا جدا جدا. بص يا ايمن، اكتر المكاسب النهاردة للنادي الاهلي انك تفوز 2-0 وانت في مستوى مش احسن مستوى، يعني متوسط. دي على فكرة اللي يفكر فيها، دي اكتر ميزة النهاردة واحسن حاجة خرجت بيها المباراة حققتها النهاردة، ان انت مش في افضل مستوياتك. مفيش لعيب في النهارده مستوى العادي يعني، تيجي تطلع لا مفيش حد مستوى العادي. الشناوي تالق الشوط الاول، الشوط الثاني الحمد لله مفيش حاجه. ايوه هم الشوط الثاني مفيش خطوره على الشناوي خالص، على المرميين اذا كنا احنا ولا هم غير كوره حمدي فتحي. عشان كده بقول لك ان المباراه الاستمتاع وحش قوي فيها. الاداء الفني يعني تقريبا اتكلمنا كلنا فيها عن اداء متوسط، ثم كمان قفلوا نص الملعب بالشوط الثاني وكانهم مكتفين يعني 1-0 كويس قوي بالنسبه لي، لان ايمن الامكانيات بتاعتهم او هو الحلول عنده ضعيفه جدا. انا مش شايف حلول عند رجاء، تذكروا الهجوميه، حلول هجوميه حتى الدفاعيه. اللقطه الوحيده اللي استغليت خطا الاثنين مدافعين بتاعت حمدي فتحي، تخيل انت الشوط الاول بتكلف واحد ان كل كوره يعمل الاختراق، ده الاختراق اللي هو الطولي، ده كره القدم الوقت كلها لعب طولي، اختراق الطولي بتاع حمدي ده واحدة بس عملت هدف،
انت لو تخيل مع نفسك كده ان انت لو ككولر مخلي واحد من الثلاثة في نص الملعب بيعمل دي باستمرار. انت قصدك لو الجناب مقفوله يبقى ده حل من ضمن الحلول. ده حل عبقري. أي. لان هو بمنتهى يعني بمنتهى الاستزاج اللي عمله هو قفل الجناب. انت المفروض تشكره وتشتغل على نقطه ضعفه هو. احنا بدايه الاستوديو بقول لك يا ايمن الذكاء تشتغل على نقطه ضعفه. نقطه ضعفه النهارده القلب بتاعه. القلب وحارس المرمى ضعيف جدا. حارس المرمى زي ما اسامه اتكلم طبعا كلنا بنتكلم على حارس المرمى قصير وواضح ان سن على قوي فالريفلكس بتاعه ضعيف. لكن انا بتكلم على النهارده بمميزاتك النهارده الهائله في المباراه بمستواك مش احسن حاجه كسبت 2 النهارده النادي الاهلي وخدها مني كلمه ولا فنيا ولا بدنيا هيبقى مش نفس الشكل هناك لانك انت عندك وقت كويس قوي في هدوء وراحه شويه بس هو الاسلوب هيتغير كمان اسلوبه وطريقه اللعب هتتغير واسلوبه هو تلعب بالشكل ده لا هو كمان تلعب بالشكل ده بص يا ايمن 2-0 بتجبر اي مدير فني يغير طريقه لعبه واسلوبه مهما كان متعود على حاجه انت هناك بقول لك من الوقت سهل جدا تحرز اهداف في الدفاع ده لان هو استحاله هيلعبك كده هو عايز بيدور على هدف بدري يعني هو منيت حياته هناك عايز يجيب هدف في الشوط الاول ومنيت حياته تطلع في الشوط الاول هناك 1-0 هنا فرصه عمرك انت ممكن تصعب الامور عليه تماما تلعب انك انت تخطف هدف هناك ما تدافعش انت تلعب هناك بطريقه متوازنه هو هتلعب مدافع وهتشق ما عنديش فكره يعني كولر مش نوعيه المدربين المدرب الفني هو بيدافع هو ممكن يلعب يعني في نص الملعب يعني يعني ما فيش ولا مدافع ولا يعني بيبارك يعني لكن بيلعب باعتدال كده بيعرف يقفل الملعب كويس لكن مش هيلعب مدافع هناك لا بالعكس انت بقولها لك من هنا انت كفتك ارجح في كل حاجه هناك هو بيدور على هدفين ولما تيجي انت لو انت مدير فني الرجاء ايمن او مشجع الرجاء انت بتدور على 3 اهداف في سيد اسياد افريقيا صعبه يعني اللي عايز تقوله ان هو بعد الماتش النهارده بعد نتيجه 2-0 الموقف صعب برضو جدا على الرجاء اصعب منك بكتير هو بيدور على 3 اهداف ايمن وما استقبلش هدف في النادي الاهلي كويس وهو لو ذكي لازم يعرف ان ده مش مستوى لعيبه النادي الاهلي هو لو مدير فني ذكي ده النهارده بس احسن على فكره لو هو عمل حسبته ان ده ممكن يتخدع بالظبط والله لو هو النهارده يعني صدق ان ده مستوى لعيبه النادي الاهلي يبقى كويس قوي انا بشكره لان ده مش مستوى لعيبه النادي الاهلي ده نص مستوى لعيبه النادي الاهلي باستثناء الشناوي في الشوط الاول لكن النادي الاهلي لا مستوى احسن من كده بكتير كولر تحضيره المباراه عنده وقت المدير الفني عنده وقت هدوء شويه في حضر ازاي المباراه القادمه ان شاء الله في المغرب بطريقه لعبه بالافراد اللي هيبداوا هيبدا ازاي ويبدا يقسم المباراه يعني الشوط الثاني في المغرب لازم تقسم المباراه يعني بعبقرية زي ما بيقولوا ما برضو خلي بالك حسب سر المباراة نفسها تقسم انت المباراة انت كمدير فني بداياتك ازاي هتقفل منين هتبقى تحرك منين لان هو خلاص فريق الرجاء حتى لو في بعض الحاجات مش واضحة بالنسبة له النهاردة واضحة تمام هو عارف الوقت ايه نقطة ضعف في الرجاء وايه نقطة القوة ويبدأ يلعب عليها هو ان شاء الله مباراة قادمة بس احيانا سيناريوهاتك ممكن تتغير حسب سر المباراة يعني انا ما بتكلمش على سر المباراة انا بتكلم يعني مثلا انت الوقت خلاص انا قررت التشكيل كويس وطريقه اللعب معينه طريقه اللعب في فتره معينه ماشي كويس على حسب سير المباراه زي ما انت بتتكلم كده على فكره صح على حسب سير المباراه طب انا حرصت هدف ايوه او لا قدر الله لو قدر الله جه فيك هدف هو ده بقى الكلام اللي هيبدا كولر يحضره مع المساعدين بتوعه مع اللعيبه مع الشكل بتاعه هو فؤاد ممكن يرجع لثلاثه ورا زي ما عملها قبل كده ببعض بعض المباريات المحليه وجربها واحنا قلنا هو بيجرب حاجه ممكن يبقى هيحتاج بعد كده انت فاهم النهارده اكيد لا طبعا النهارده بيدور على مكسب والحمد لله على مكسب على ملعبه مكسب هايل 2-0 هناك ممكن حتى هو 0-0 ممكن في وقت ما في المباراه يلجا له ان هو خلاص يموت يقتل المباراه تماما بثلاثه ورا ويبدا يستحوذ على الكوره لكن هناك يعني اول حاجه يفكروا فيها هناك ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ازاي يبقى هو المستحوذ على الكوره يا اسامه تجيب هدف كمان بالظبط ما انا ضغطت على هدف انت حسمت انا في بدايه كلامي اسامه بقول لك هناك الامور والمره مليون اسهل انك تجيب هدف هناك لان هو هيبقى عنده برضو اللي هو عمال خطوط مفتوحه شويه بيدور على هدف بدري انت كل تفكيرك انك تدور على هدف هناك زي ما بقول اسامه على فكره متاح جدا النهارده سان داونز كسبان 4 بره ارضه ايوه فدايما الامور انا دايما بقول الكلمه دي الامور دايما سهله ليك انت كنادي اهلي بره ملعبك تعرف تجيب الكوره كويسه وعندك اللعيبه
اللي تعرف تلاقي المساحات دي. لكن من هنا كولر لازم يفكر ازاي شغله الشاغل استحواذ على نص الملعب، استحواذ على الاداء، استحواذ على التمرير، استحواذ ان انت دايما الكره في رجلك. الاخطاء اللي حصلت النهارده كتير قوي ايمن قوي، بس كمان اللي مساعدك ان هم كانوا بيشاوا بيهم اخطاء وحشه قوي. انا بقول لك مين الفريق. فالنهارده فكر ازاي. بس ميزه على فكره ويمكن كلكم اجتمعتوا عليها، ان انت حتى وانت مش في افضل حالاتك الفنيه طالع بالمكسب مع فرقه تقيله المفروض. انا بقول لك من اكتر مميزاتك النهارده وفرحه بالنسبه لنا ان انت مش في حالتك الهايله، بس كسبت اثنين مع فريق المفروض مرشح وقوي ولعبت السنه اللي فاتت. ولعبت السنه اللي فاتت وهناك كانت في صعوبه عشان الجماهير هناك جامده جدا، لكن انت مستواك اللي انا متاكد منه ان شاء الله من دلوقتي مستواك احسن من كده بكتير ان شاء الله باذن الله. لان في حاجه كمان يا ايمن، انت ما بتاخد خطوه انك توصل قبل النهايه انت حماسك بيزيد قوي، تتمسك بيها صح طبعا. انت فاهمنا يا اسامه؟ خطوه مهمه جدا. فلا اللعيبه دي اضرب كل ايه في 10 ايه صحيح. روح وحماس حتى لو تعبان بدنيا، مع ان الحمد لله انت عندك وقت بدنيا هتقدر تريح لعيبتك لحد ان شاء الله الموسم القادم، لان فعلا النهارده واضح ان في تعب، في ارهاق من بدري قوي، ضغط عصبي كمان، وضغط عصبي ماشي، لكن في تعب طبعا، تعب بيبان في التمرير، بس تعب مش تعب بدني، ممكن يبقى ذهني كمان. لكن انت استريحت يعني، عارف 2-0 انت كلاعب كوره بتاخد نفس كويس قوي وتفكر بايجابيه عشان بس مفيش حد يقول لي تقول لا بايجابيه ان انت لسه بدري على المباراه، لكن ان شاء الله ايجابيه انك تلعب هناك ان شاء الله، ان انت هتدور على هدف ان انت ان شاء الله التاهل يبقى في المغرب، والنادي الاهلي على فكره بمنتهى السهوله والهدوء إن شاء الله قادر تماما ان شاء الله ان هو يتاهل باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، بعد 2-0 كان واضح في نهايه المباراه او اخر 10 دقائق ان مستر كولر عايز يحافظ على المكسب. مش هو بس، كمان عايز اقول لك اللاعبين نفسهم يعني انت بتتكلم على الايجاد اللي احنا اتكلمنا عليه في الفترات الأخيرة، أنت لاعب نتيجة ضغط المباريات، نتيجة ضغط، فأنت وصلت أنك أنت تجيب هدفين في وقت أنك أنت في يعني بعد الشوط الأولاني وبعدين الجون الأولاني اللي احنا جبناه حسينا أن احنا يعني في صعوبة شوية في حتة أنك أنت تخترق فرقة الرجاء. بس هو السؤال هنا، أنت بغض النظر عن الأداء اللي حصل النهارده، المدرب لازم هيبقى ايجابي والفرقه لازم تبقى ايجابيه. الفرقه كانت ايجابيه النهارده؟ لا، اول حاجه يعملوها اولا لازم الراحه اللي جايه والاستشفاء الكويس والاعداد النفسي للمباراه القادمه ان شاء الله. انا ما استناش في اوقات، انا ما اتكلمش على الاداء بتاعك مع الفرقه، انا بكلمك على المدرب، انا بكلمك شغل التدريب يعني، بقول لك ما تتكلمش مع الفرقه كتير الا في الاخطاء، الا في الاخطاء اني مش اللي فاتت، اللي احنا هنشتغل عليها ونتلاشاها، لانك هتلاعب فرقه عندها ضغط عالي في الملعب بتاعها، عندها جمهور في حماس، فانت تتكلم هتجيب كل الحاجات اللي هي وتقطع مباراتك كويس اللي انت شفتها هنا والمباريات ما قبل. يعني انا اتمنى انه نشوف اخر مباراه ليهم على ملعبهم في الفتره، مش المباراه دي، ايوه ليهم هم، أيوه. والضغط العصبي بتاعه، واجيب اكتر من مره اشوف المباراه متاخرين. ده اللي يشتغل عليه مستر كولر الفتره اللي جايه. وبعدين انت حماسك في المواقف الثابته لازم تشتغل عليها، وتشتغل عليها كويس قوي، لانه من اهم اسلحتهم الكور الثابته. هنا شفتهم في الكورنر خطر بيلعبوها على البعيد وبعدين يردوها، جابوا في الجون السنه اللي فاتت بالشكل ده، تتلعب على البعيد تترد وواحد يخش يكمل او واحد بيجي على القريب يخرج لورا. كل الحاجات دي انت لو درستها في المباراه رقم 2 لما بتكون فرقه متاخره اللي بيحصل، انت عاوز تخرجهم من الفكر بتاعهم بعد 25 30 دقيقه. يعني انت في صعوبه جدا انك انت في الوقت الحالي، علشان انت من وقت كبير، في صعوبه جدا انك انت تعمل الفول باور بتاعك. بس انت هتشوف عندك المدرب الاحمال بتاعك، هتشوف مين اقوى بدنيا في الوقت الحالي. يعني هديك على سبيل المثال، لو لعبت ماتش سموحه كمان يا كابتن، اللي قلناه دي برضه ملوش لازمه يعني. هديك على سبيل المثال، انت عندك السوليه، ديانج، مروان، حمدي فتحي، اربعه ديفندر، انت محتاج تلعب ثلاثه هناك، هيتشيل واحد.
هنا اللي هيحسم ايه؟ المستويات اللي جنب بعض كلهم في بعض مستوياتهم متقاربة جدا، يمكن اعلى في الوقت ده حمدي فتحي، ولكن ميول مستر كولر ما بيبقاش لحمدي فتحي اكتر من مروان. فانت تعمل ايه دلوقتي؟ مين اللي يحسم لك الامر ده؟ لازم يتحسم لك بدني من مدرب الاحمال، لازم من القياسات اللي اتعملت مدرب الاحمال اللي شغال لك عليها. الاربعه دول لازم تلعب منهم ثلاثه، دي ده اللي الايام الجايه. انت المباراه اللي جايه كفاح بدني قوه نفسي حاجه، انت هتلعب مباراه فيها صعوبه، محتاج لعيبه نوعيه خاصه بتكتيك خاص. فالنوعيه اللعيبه بالتكتيك الخاص لازم تتنقوا من دلوقتي، لازم يشتغل عليه مستر كولر، لازم يعرف اسرار افريقيا، لازم يعرف اسرار المباريات اللي في الملعب زي ده. احنا مش زي اوروبا، اوروبا انت تلعب هنا العب هنا عادي، احنا الاثنين. لكن في ضغط عصبي بيبقى على اللعيبه في المباريات دي، في يعني صخب كبير قوي، فلازم يبقى عارف الامر ده. اللي هيبقى قوي اللي لعب كتير قدام جمهور صعب، ودي حاجه مهمه. يعني انا مثلا حمدي فتحي من اكتر الناس اللي لازم يبداوا المباراه اللي جايه. حمدي فتحي لعب كتير قوي مع المنتخب والبطوله العربيه وكذا مباراه. عندك مثلا مروان، انا في رايي انت محتاجه قوي، بس انا استغنى عنه في المباراه اللي جايه، ما يبداش المباراه عشان الضغط الجمهور، لانه من اللعيبه اللي مؤخرا لعب قدام حتى لو هو في افضل حالاته. انا اتكلمت في البدايه بقول مروان في افضل حالاته، ولكن كل الاربعه قريبين من بعض. في اخطاء باص في الاربعه، بس يمكن مروان اللي ما بيعملش ريسك فيهم، الوحيد اللي ما بيعملش ريسك في اللعب. مروان بيلعب الاسهل، لكن السليه حمدي فتحي ديانج بيعمل ريسك في اللعب. لو ما عملوش الريسك بتاع مروان في اللعب مش هيخطئوا برضه، خلي بالك. هم بس بيعملوا الريسك علشان يعملوا طفره، يعمل باص يروح للجول. لكن انت بتتكلم على واحد بيباصي اللي جنبه وبيستلم وبيباصي وبيبقى سبورت تحت اللعيبه، ده دور في النادي الاهلي، دور في النادي الاهلي ينجح سريعا. لكن الدور الاصعب انك انت تاخد وتلعب وتباصي وتتحرك وتعمل باص على الجون، تخترق زي حمدي فتحي اخترقت وجبت جون، لعبت الباص مؤثر، قطعت لعبه مؤثره. مروان يعمل النص الاولاني، النص الثاني بتاع مين؟ بتاع حمدي فتحي. فحمدي فتحي بيعمل النصين مع خبراته العاليه. ايوه، على سبيل المثال اقول لك حاجه، انت لما بتيجي في اوقات محتاج انك انت تخرج بنتيجه هناك او في اي مكان مباراه صعبه، انت بتقسمها دقايق، وبتقسمها فكر كمان، وبتقسمها كمان في هنا هضغط، هنا هشتغل معاهم نفسي ازاي، ان انا احسسه ان انا جاي اهاجمه، وانا بالفعل مش بهاجمه بس انا محسسه. يعني في هجوم واهي وانت بتدافع كويس، وفي دفاع واهي وانت بتهاجم كويس. الكوره مش ما بقتش زي زمان واضحه للناس للعالم كده. كل فرق العالم دلوقتي بيحطوا اللعيبه في ال 30 متر الاخير. ليفربول يلعب اي فرقه في الدنيا بيقابلها من النص الملعب. ريال مدريد لما كان بيلعبنا كاهلي نزل يلعبنا نص ملعب بعد الفترات. ما هي ما فيش حاجه في كره القدم ولا في التكتكس، ما فيش حاجه انك انت تمشي على وتيره واحده، في تقسيم اوقات. لانك انت حتى بني ادم، انا ممكن اخد منك اول 10 دقائق لعيب، اخد منه اول 10 دقائق، وفي لعيب تاني اعرف اخد منه اخر 10 دقائق. هي سمات وصفات لاعبين. في الاخر اللي انا عايز اقول لك ايه، انا سعيد جدا بالمكسب النهارده، ولكن لسه الامور ما اتحسمتش. طبعا ليه ما اتحسمتش؟ عشان اسرار افريقيا، بالذات شمال افريقيا، بيعرفوا ازاي يضغطوا على الحكام، بيعرفوا ازاي يضغطوا على اللعيبه، يعرفوا ازاي خرجوك بره. ما يعني انا مثلا دعوه لمنعم، اول واحد ما يكلمش، لازم طول الوقت منعم. حمدي فتحي ما يكلمش، هيتضرب، هيتداس على رجلك، هيضربك ببنيه من غير ما تشوف، هيزغدك. كل كره القدم اللي هتتعمل بيعملوها شمال افريقيا. بس في فار يعني يا كابتن عادل. لا، ما انا عاوز اقول لك حاجه كابتن، يعني انا دلوقتي في اوقات الكره ما بتبقاش موجوده عند الفار. الفار هيجيبها ازاي يعني؟ عندك 20 كاميرا في الملعب ولا عندك 12 كاميرا في الملعب؟ انا موافقك بس ممكن استفزك بالكلام. انا ممكن الكلام دي حاجه ثانيه. انا لا وممكن استفزك بالحاجه اللي ما تطردش، اللي انا ما اطردش فيها ولا اخد فيها انذار. في حاجات بتبقى باينه، في ركبه بتبقى خفيفه كده
بتتحط في حته في رجلك بتوجعك او بيستفزك. في اوقات اللفظ نفسه يبقى اصعب من الكوره واصعب من الشتيم اصعب من الضربه. ايوه. فانا بتكلم على انهم بيعرفوا يشتغلوا في كل حاجه. فلازم انت ترايح برضو ما هتفشلهم كل اللي هم عايزين يعملوه. السيناريو كره القدم كده. هنا انت شفت الكره اللي هي بتاعت محمد هاني اللي كانت عند الاوت. محمد هاني ما شافش اللعيب. أيوه. عمل ايه اللعيب بتاع الرجاء؟ نط وقال لك خبط. أيوه. ووقع على الارض. هناك مع الضغط الجمهوري برضو هيرجع للفار. ممكن يرجع للفار ويشوف الفار ان هو ما يعني انت الان من التحكيم هناك برضو. طبعا. لان انا عاوز اقول لك حاجه، انا مش هتكلم على الحكم السوداني. بالعكس النهارده الاداء متميز، لكن انا بتكلم على الاتحاد الافريقي. هل من المعقول تميز فين؟ ها مشكلة انا مش هتكلم. هل من المعقول بعد اللي احنا شفناه يبقى في حكم للاهلي النهارده؟ بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن عادل، ما هو برضو في بعض القرارات المصريه النهارده كان الحكم ضعيف فيها شويه. ما انا بقول لك يعني هل من المعقول يا كابتن؟ انا انا قرارات مصريه يا كابتن، يعني انا مثلا في ركله جزاء بس دي بتاعت الفار كان من الممكن تتحسب. أيوة هو ممكن يرجع للفار يا كابتن. انا شايف ان الحكم كويس برضو. انا ماشي بس ولكن عندك خطا ان في انا من وجهه نظري هنشوف الكابتن نصر هيقول ايه. الفار ما ضربوش. انا من وجهه نظري ممكن يطلب. لا يا كابتن هو ممكن يطلب، هو من حقه. ايوه بس هو اساسا حقه يرجع للفار. هو اساسا مش عايز يحسب. لا مش عايز، هو شافها كده فالفار هنا يقول له لا تعالى في حاجه. لكن هو ما يقدرش يطلب الفار. مش مسؤوليه يعني هو ممكن انا شايف ان هو كويس بصراحه. يعني هم لعيبه الاهلي ضغطوا عليه قالوا له بس هو كراته روح شوف اسامه. والنهارده كراته مش مؤثره في المباراه عشان صار المباراه ما فيش العاب. هي اللعبه الوحيده دي هي دي اللي عليها الكوره جايه يا كابتن ايمن. الطبيعي اللعيب ينزل بدماغه للارض ولا برجله؟ ما تخلوش دي وجهه نظر يا جماعه. هنشوف الكابتن نصر هيقول ايه. لو سمحتوا عشان دي ما تتكلم يا عادل. اتكلم في وجهه نظر. اتفضل يا كابتن. انا دلوقتي اتصعد اتكلم اجيب لي حكم سوداني في الوقت في الظروف دي للنادي الاهلي ان شاء الله لو اعظم حكم في التاريخ بسم الله ما شاء الله وحكم قوي جدا اجيبه ليه؟ انا بتكلم على دائما التحكيم. ليه احنا بنحب دايما نحط نفسنا فقيل وقال والحاجات دي كلها؟ صح ولا لا؟ يبقى انا ابعد نفسي عن الشبهات. فانا بقول ان النادي الاهلي، انا ما بحبش نظريه المؤامره والحاجات دي، بس انا اللي عايز اقوله ان النادي الاهلي علشان ياخد البطوله ويوصل في المباراه دي ان شاء الله لازم يقوى جدا لان الظروف هتبقى صعبه عليه. ده اكيد. شكرا. طيب يا كابتن لسه شكرا لسه. لا 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 مش شكرا في تكبيره. لا كفايه عليكم. كان عايز يضرب الرقم بتاع اسامه حسني. لسه 14 دقيقه. لا 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 اسامه. لا اسامه عدى. اسامه عدى. اسامه عدى. لا لا ما حدش اسامه. لا 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 يا جماعه عدل ربنا يا جماعه. اسامه لا اسامه ضارب عدل. لا انا عايز اقول لك حاجه. ما انا اخر دقيقه فوت. لا افتكرت اخر دقيقه. انا مركز. انا عملت كده قلت اسامه علشان يبقى هو اللي عنده. كابتن بلال يمكن فتره من فترات واحنا بنتفرج قلنا ان الكثافه العدديه طبعا قليله جدا جوه ال 18 من المهاجمين. الريتم في بعض الاحيان كان بطيء جدا معظم. توقعنا كلنا ان الاهداف لو جت هتيجي من الخط الخلفي او نص الملعب، وده اللي حصل. محمد عبد المنعم في توقيت مثالي في الشوط الاول، ثم حمدي فتحي برضه في توقيت مثالي الشوط الثاني. حقيقه كابتن يعني هي مشكلتنا وقلناها بدايه المباراه وحتى كمان ما بين الشوطين ان انت الثلاثي الامامي التحركات بتاعتهم جوه ال 18 يعني قليله جدا او تكاد تكون معدومه مش قليله. يعني كم مره الكره اتلعبت من علي معلول لبيرسي تاو دخل ال 18؟ تقريبا ولا مره. تقريبا ولا مره داخل ال 18. كم مره كره اتلعبت من الناحيه الثانيه من محمد هاني تمام او من بيرسي تاو ولقينا حسين الشحات جوه ال 18؟ برده قليل جدا. فاتحين على الاطراف طول المباراه. ممكن في زحمه. بس جمله خفيفه. ايه يا كابتن؟ ممكن اضيف حاجه؟ اتفضل يا كابتن. اتفضل كده. لا اتفضل. هو الطبيعي على فكره كمان لازم حد نص ملعب كان يكمل. طبعا. يعني صح صح. الذي كان في ده طبيعي الكره عند هاني وانت بتلعب بثلاثه الطبيعي عمرو السليه راس حربه ثاني. مظبوط. ده اللي عمله حمدي فتحي لما نزل. بتكلم انا واسامه اللي عمله حمدي ده. حمدي في كوره صح. كمل الاشاره بلاش. لا يا كابتن وده الطبيعي وده اللي سجل وسجلت بيه هدف وده اللي سجلت بيه في الزمالك اهداف. خد بالك لو تفتكر في اكتر من مباراه سجلت فيه في الهلال السوداني اهداف. يعني دي طريقه لعب جيده. هو خد بالك هو حمدي فتحي بيقوم بدور 10
يعني انت عشان ما بتلعبش برقم 10 انت النهارده بتستدعي واحد من الميد فيلدرز بتوعك يقوم بنفس الدور اللي بيلعب بيه 10. عشان كده احنا قلنا ايه الماتشات اللي زي دي يا جماعه لازم يكون في لعيب يعني اللعيب المحوري بتاعك المايسترو بتاعك البلاي ميكر رقم 10 اللعيب اللي بيقدر يبقى عنده فيجن امتى يتحرك في ال 18. يعني عايز اقول لك على حاجه يا كابتن، يعني على مدار تاريخ النادي الاهلي لعيب رقم 10 كان من اكتر اللعيبه اللي بيسجلوا اهداف وبيصنعوا اهداف في تاريخ النادي الاهلي، تمام؟ لان بيبقى دايما لعيب عنده فيجن، عنده رؤيه، شايف كويس، عارف امتى بتحرك في المكان الفاضي، تمام؟ لعيب بيجيد اللعب بدماغه، بيجيد اللعب في ال 18، بيجيد التحرك بشكل جيد. عشان كده النادي الاهلي في الماتشات اللي زي دي بيبقى محتاج لعيب صانع العاب، يعني بلغه بيعرف يسجل اهداف، تمام؟ بيعرف يسجل اهداف، لازم يكون بيعرف يسجل اهداف. ما انت هتجيب لعيب بلاي ميكر يلعب من نص ملعب قدام الاثنين الميدفيلدرز ملوش اي ادوار هجوميه، صعب، ما بيصوبش، صعب، ما بيخشش 18، صعب، يبقى انت مش مستفيد منه بحاجه. يعني انت النهارده احنا بالنادي بنقول ايه؟ قفشه المفروض يبتدي من بدايه اللقاء. طب هل قفشه من اللعيبه، ودي انا بعولها على اللعيب مش بس على المدير الفني، هل قفشه من اللعيبه اللي بتخش ال 18 في اوقات واوقات؟ هل قفشه من اللعيبه اللي بيعرفوا يلعبوا في الكرات المتحركه الكرات العرضيه؟ لا، مش ما بيوجدش في الحته دي. فعشان كده بعض الاوقات كولر بيستبدل مجدي قفشه بلاعب من لعيبه نص ملعب، اللعيبه اللي بتقدر تسجل اهداف، اللعيبه بتقدر تخش ال 18، اللعيبه اللي بتقدر تلعب دماغها، لان انت عندك مشكله كبيره جدا في الحته دي، عشان الاطراف بتاعتك هم بطبيعتهم ما بيعرفوش يعملوا الحته دي. اي بس انت لو عندك حلول كتير على الدكه انت ممكن تجيب اي واحد فيهم يلعب ينزل يلعب، يعني انت ممكن تحتاج لقفشه. الحل هتغير طريقه لعب كابتن؟ لا هو اصل صعب لك، عايز تغير طريقه لعب؟ هتلعب 4-4-2؟ هتلعب راس الحربة؟ لا لا طيب. لا هتعمل ايه؟ هتشيل كهربا وتحط وتحط شريف زي ما عملت ما بتكلمش على سيناريو ماتش النهارده، انت في وقت من الاوقات ممكن في العموم انا قلت لك ايه حل من ضمن الحلول، انك ممكن تلعب بشادو سترايكر، ايوه راس حربة الثاني، ايوه تمام، ودي موجوده في حمدي فتحي، تستغني عن صانع اللعب او أي. تستغني عن مثلا الميدفيلدر الثالث، تمام. بس هو انا هنا كابتن عادل قال نقطه مهمه جدا في حته الثلاثه الميدفيلدر زي ما بقول، هو قال كل حاجه بس نقط كتير حاولنا نستقطب من اللي قاله استقطب لا النقطه مهمه جدا، قال لك المدير الفني انت بيلعب مين؟ يلعب بفتحي ولا مروان ولا يلعب اليو ديانج يلعب ولا السوليه؟ لما يكون عندك اربعه مميزين يلعب بمين؟ مين في الحته دي؟ مين اللعيب اللي ممكن تحطه وتبني عليه في الحته دي؟ على اساس انت عايز ايه يا بلال؟ لا بس في حاجه انتوا لفتوا النظر فيها بين الشوطين، ان في مثلا اثنين لعيبه المهام واحده، صح، الاثنين شبه بعض، لا لازم واحد منهم يطلع. بص هو قال برضه نقطه مهمه جدا على مروان، لعيب جيد، لعيب فايتر، تمام، بيقطع كتير، لكن لازم يبقى له دور النقله الهجوميه بقى في الحته دي. لازم يبقى له، طالما انت خد بالك ما عندكش صانع العاب حقيقي، يبقى لازم الثلاثه الميد فيلدرز اللي موجودين عندك لازم يكون لهم دور هجومي. يعني ممكن يكون عندهم تعليمات يا بلال ان هم يثبتوا، ما فيش تعليمات وانا بهاجم وبلعب في ملعبي يا كابتن علاء، اسمعني، يبقى تعليمات، لان هو اسمعني ان كولر قلقان خوف من مرتده، كوره مرتده في حد نص الملعب، ده اللي بيحمي طبعا. انت انا قلقان شويه كابتن، ما انت عندك كابتن، هو انت بتلعب بميد فيلدر واحد يا حبيبي، انت بتلعب بثلاثه ميد فيلدرز، مش مهاجم، مش تعليمات التباديل يا اسامه، عندك ديانج برضه بيلعب لعيب وسط ملعب، هل بياخد وظائف انه يبقى زي مروان عطيه يبقى قدام اثنين ماسكين؟ لا، هو وظيفته اللي قدام اكتر. ما انا كده مروان عطيه هو اللي ساب النهارده كده بيلعب بثلاثه سنتر باكس، اصلا ما بلعبش كده بثلاثه من فيدرز، ما انت لو هي اتقلبت كده يبقى انا بلعب بثلاثه ورا، ما بلعبش لان انا الدور اللي بيقوم بيه مروان هو دور سنتر باك متقدم، أيوة. مش بص انا بكلمك في ميد فيلدرز، لعيب رقم 8، لعيب 6 او بيلعب 8، ده لازم يكون له ادوار هجوميه. انا مش بقلل من امكانيات مروان على فكره، بس بقول ان هو خد بالك دي ممكن تيجي مع الماتشات، ممكن تيجي مع الثقه. ما هو حمدي فتحي برده زمان ما كانش بيقوم بالدور الهجومي، تمام، لما جه مدير فني اكتشف ان هو عنده الحته الهجوميه، تمام، ابتدى يوظفه في الحته دي. أيوة. فانا عايز اقول ان ايه، إن لازم يبقى في، طالما بتلعب في النادي الاهلي الكلام ده انا اتقبله وانا بلعب مثلا في ناس في الانديه الصغيره، اللي هو انا عايز احلق ودافع واقفل، فاهم قصدي يا كابتن؟ خاصه ان انت كمان ما عندكش الاثنين السنتر باكس ما بيزيدوش، يعني انا الكلام ده اعمله امتى؟ لما ادي مهام لحمدي لاسف لمحمد عبد المنعم انه يزيد، يعني ممكن في زي زمان كنا ابراهيم سعيد يزيد بكوره، ايوه عماد النحاس يزيد، فتعمل ايه؟ فتجيب حسام عاشور يلعب هو ايه؟ يرجع ورا يلعب هو السنتر باك. فانا الفكره دي قال نمره واحد واثنين وثلاثه و10 هو اللعيب نفسه، هل عايز تبقى مثال يعني
زي مثلا حسام عاشور لعب كام مباراه في النادي الاهلي في نفس المكان مفيش تطوير. خسيبنا خلاص كلام معلش انا اسف كويس. بص على مثلا كابتن مجدي عبد الغني ده اول واحد طور المكان ده في مصر. كابتن مجدي عبد الغني طبعا هو طور مجدي اول ما بدا كابتن مجدي عبد الغني اول ما بدا كان زي كده يقطع ما اتحركش من الدايره لكن هو لوحده يا بلال بدا يتقدم بدا يشوط بيطلع في كره ال ممكن مع الماتشات يطور من اداء والمدير الفني تطوير من اللاعب نفسه بس هي امتى انت فاهمني يعني انا مثلا بدي العذر زي عايز تطلع حاجه لا انا كنت هقول على حته امتى دي أيوة يعني انا كنت هكلم بلال في حته بتكلم عربي انا ممكن اقول له امتى دي كويس لا قبلك كنت هقول له امتى بالظبط الماتش ولا حاجه زي ما اسعد عادل بيقول ان هو مع الوقت فمروان لما يكون لعيب جديد يا بلال والمدير الفني بيطلب منه حاجه معينه ايمن هو هيحاول يأديها اللي طلبه منه المدير الفني لان هو دايما في منافسه في نص الملعب اللي كان بيتكلم عليه اسامه ان في ثلاثه لو حطيت اي حد مكان مروان هيلعبها بالظبط فهو عايز دايما الاول ازاي اضمن مكاني احط بس رجلي صح حته التطوير لو ما جاتش منه هو مش هتروح المدير الفني هو من نفسه لازم هو الاول يبدا بكده بس هو في بعض الاوقات يا كابتن بلال خصوصا في الشوط الثاني يعني كان واضح ان مستر كولر همه او شغله الشاغل ان ما يجيش في جول ايوه صح ففي تعليمات بالظبط ففي تعليمات محدده طبيعي. لبعض اللعيبه ومنها مروان عطيه ان هو يتواجد قدام الديفنس عشان يامن الهجمات المرتده في نص الملعب هو بص يا ايمن هو بلال بيتكلم بصوره عامه مش النهارده هو عايز يوصل عايز يوصل للحته دي ان هو يبقى الراجل بيكمل بقاش واقف مع اتنين الاتنين مساكين صحيح بلال كمان انا بقول خاصه أيوة. واحنا بنلعب ما عندناش بلاي ميكر يا جماعه لازم يعني لازم في تحرر شويه يعني انت ما بتلعبش بلعيب هو ده اللي انت بتدور عليه ما احنا زمان كنا مثلا ايه بتدور مثلا على كابتن عالم بتدور على ابو تريكه بتدور على صلاح الدين يعني انت وانت في الملعب بتدور عليه عشان ده اللي هيصنع لك الفارق انت ما عندكش ما بتلعبش باللعيب ده مش ما عندكش ما بتلعبش بيه فبالتالي مسؤوليه الثلاثه الميد فيلدرز ان هم يبقى في تنويع ما بينهم انا النهارده ممكن ايه طب اقف يا ديانج انا هكمل السوليه اقف انتوا الاثنين انا هكمل يعني مزبوط. التنوع يا كابتن عامر ليه؟ لان انت لما تبقى محتاج المكسب بتبقى عايز اكبر عدد من اللعيبه في الخط الهجومي عايز اكبر عدد من اللعيبه اللي يقدر يعمل الكي باس الثرو باس الكرات الطوليه تبقى محتاج كده طول الماتش طالما انت بتلعب ثلاثه ميدفيلدرز على فكره اثنين هيدافعوا كويس واحد يقوم بالمهمه دي بس في وقت من الاوقات طب انا النهارده يا كابتن افرض انا خسران بالظبط هتعمل ايه؟ هتفضل برضه تقف قدام الاثنين لا طبعا هيتغير لازم يبقى ليك دور هجومي صحيح تمام يعني دور يبقى محسوس تصويبات على المرمى انا نفسي يعني يبقى من ضمن الحاجات اللي بنحسبها لمروان فيما بقى انا بديله برضو نصيحه يعني انك انت برضو بنعد لك واحد اثنين ثلاثه كل مرة. خاصه انك انت النهارده بتلعب في النادي الاهلي ودايما ضاغط الفرق قدامك ما ينفعش يبقى انا ضاغط الفرق قدامي وانا قاعد قدام السنتر باكس الاثنين ممكن ظروف الماتش النهارده ان كولر مثلا مش عايز يتقدم ليه خايف برضو من السرعات بتاعه فرقه الرجاء وخايف من المرتدات لكن انا بتكلم بشكل عام لازم يبقى له دور هجومي فعال معلش نقطه سريعه في الموضوع ده على فكره الكلام ده انا موافق عليه تمام بس في حاجه مهمه جدا ليه ان الراجل ده بيعتمد على الاثنين اللي جنبه لو الاثنين اللي جنبه ما بيقعدوش واجب هجومي هيبان الكلام بيقول عليه بلال انما لو الاثنين بيكملوا وهو تحتهم بقى في انضباط تام كويس انا بقول لك حسام عاشور واسامه طبعا لعب مع حسام لكن حسام عاشور كان بيلعب الحته دي لان الزياده الهجوميه موجوده فهو هيطلع يعمل ايه؟ صح فهو ابتدى في المكان ده طب انا هسالك كابتن ماجد بس اسالك سؤال يا كابتن قول رايي كمل براحتك حسام عاشور علشان كده ما كانش بيروح منتخب مصر يا حبيبي عشان اللي كان بيلعب عليه في منتخب مصر كان بيقوم بالحته الهجوميه فاهمني انا مش بعمل مقارنه انا دايما بقول لك ايه؟ يبقى المسؤوليه مسؤوليه مين؟ اللاعب طب اخلص سيبنا نتكلم ماشي لحظه واحده انت على اتفضل هعمل لك ايه طيب كويس المسؤوليه مسؤوليه تطوير اللاعب نفسه دي حاجه واحد نمره واحد هو ايوه اثنين الاثنين اللي على الاجناب بتوعه كمان بقول لك كابتن مجدي مع اننا احنا كنا بنهاجم بس كابتن مجدي طور الموضوع بقى صحيح. امتياز صحيح فاهمني صحيح. حسام هو اللي لقى نفسه في الحته دي وماشي فيها كويس ما اكيد عايز تطلع فاصل بس معلش عايز يمشي فيها كويس مشي مروان انا بتفق مع بلال على فكره وكان عادل اتكلم على النقطه دي هو الاول هو عايز يفضل كده على طول في المكان ده ولا هيبدا يطور نفسه بس صحيح. هي كلها مشكله لعيب مش طيب. مش مدرب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه Welcome once again to the post match press conference if you would like to ask a question please raise your hands and wait until we give you the microphone I would like to welcome coach Marcel Kohler coach of الاهلي coach your opening remarks please Ja, ich glaube, wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen.
طبعا احنا شفنا ماتش صعب جدا mit einem guten Start von unserem Gegner. المنافس بتاعنا دخل في الماتش كويس وبدا الماتش احسن. Und wir hatten am Anfang ein bisschen sagen wir die erste Viertelstunde 20 Minuten ein bisschen Mühe ins Spiel zu kommen. وكان عندنا عناء شويه في ان احنا ندخل في الماتش تاني اول ربع ساعه تلت ساعه تعبنا لغايه ما بدانا نخش في المباراه. Und danach ging es aber immer besser. وبعد كده انا نتحسن بالتدريج. Das Spiel sicher auch bestimmt dann größtenteils. لغايه ما قدرنا ان احنا نسيطر على المباراه تقريبا بشكل كامل. Die eine oder andere Chance nach vorne. Zum Glück machen wir dann das 1-0 dann noch vor der Pause. وبعدين بدانا نخلق فرص ونضيع فرص وبعد كده الحمد لله ان احنا قدرنا نجيب جون قبل نهايه الشوط الاول. Ich glaube dann in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel. Machen dann auch noch das zweite Tor und haben sicher auch noch die eine oder andere gute Möglichkeit, wo wir hätten ein Tor erzielen können. الشوط الثاني كنا مسيطرين اكتر بكتير، كان شكلنا احسن وكنا ضاغطين وقدرنا ان احنا نضيع فرص كتير، جبنا الجون الثاني وكان عندنا فرصه ان احنا نجيب هدف اكتر. Also wir sind froh, dass wir zwei Tore erzielt haben, keins bekommen haben. احنا مبسوطين جدا ان احنا جبنا جونين وما استقبلناش اي اهداف. Wir wissen aber auch, dass das Rückspiel dann auch nochmals eine Herausforderung wird und dass das oder die zwei Spiele, dass das noch nicht entschieden ist, dass wir natürlich auch hochkonzentriert dann nach Marokko fliegen müssen. بس احنا عارفين ان الماتش الثاني هيبقى تحدي صعب جدا، فماتش تقيل جدا. لازم نفضل في قمة تركيزنا، الأمور ما انتهتش خالص، احنا لعبنا شوط ورايحين نلعب في المغرب شوط تاني ولازم نكون مستعدين كويس جدا عشان اللي مستقبلنا هناك. قبل ما نكمل بالأسئلة من فضلكم السادة الزملاء المصورين الصحفيين نوقف التصوير. شكرا. جزيلا كان فوتو ستو معانا. اتفضل. مستقبلنا نتيجة كويسة طبعا. جوتس أجبنس. عايز اسال حضرتك عن مستوى عمر السوليه خصوصا في الشوط الاول في الدقيقه 25 حصل مشادة بينه وبين خط الدفاع اللي هو جعش يرتد معاهم حمدي فتحي اللي نزل مكانه سجل وعمل الحركه اللي حضرتك بتعتمد عليها دايما اللاعب الثالث اللي بيسقط في ال 18 ليه حضرتك فضلت السوليه في مستوياته المؤخر على حمدي فتحي النهارده؟ Was sagen Sie über die Leistung von Soleil heute? Besonders, dass er hat auch dann in der 25. Minute eine Art Auseinandersetzung auf dem Platz mit seinen Abwehrspielern, weil er nicht zurückgelaufen ist und hinten, also vorne geblieben. Warum haben dann kam Hamdi Fatihi rein? Er hat das Spiel gemacht dann oder den Ball gespielt, den sie immer machen, dann hinter der Abwehr, hat sehr gut gemacht und Tor geschossen. Warum haben Sie von Anfang an nicht mit Hamdi begonnen und warum haben Sie Soleil für den Soleil entschieden, obwohl er nicht so gute Leistungen in letzter Zeit zeigt? Ja, da bin ich nicht der gleichen Meinung. Also hat Soleil und Hamdi haben auch schon zusammengespielt. Es war so, dass Hamdi jetzt beim letzten Spiel in der Meisterschaft oder da gesundheitlich angeschlagen war, dass er krank war, dass er zwei, drei Tage nicht, nicht voll trainieren konnte. Und Soleil, Dieng und Marman, die haben gespielt. Jetzt haben sie in dem Rhythmus und das war ein, jetzt wegen dem Rhythmus oder durch das, dass er eben krank war, dass er nicht gespielt hat. بختلف مع حضرتك بخصوص موضوع مستوى السوليه، السوليه شايف ان هو بيقدم مباريات كبيره وبيلعب ماتشات كويسه جدا، هو وحمدي والسوليه لعبوا الفتره الاخرانيه لعبوا ساعات كمان مع بعض هما الاثنين في الملعب. بالنسبه لحمدي، حمدي ما قدرش يلعب ماتشات الدوري الاخيره لانه كان عيان جدا، كان عنده دور برد قوي وما كانش قادر ان هو يلعب، فكان خارج من رتم الماتشات ولسه راجع لنا قريب، فالمجرد ان هو عشان مش واخد رتم الماتشات بسبب ان هو لسه راجع من دور البرد فعشان كده ما نزلش النهارده، لكن هو ده كان السبب الوحيد ان حمدي ما قدرش يبدا يعني. اتفضل. كاترين زيدر في رينزيج هويتا. طلع من المباراه بالقائد المستوى اللي هو قدر يوصل له ان هو يكسب النهارده. الاهلي هات وبعدين لان زين سيل ارايش دان دس ايرت فاتوري جشون هات. اهم اني فراغ دان ايفا حسين اوسكسر فون حسين بيلعب مصاب او هو شفناه مش في حاله طبيعيه هجوم ودفاع، هل ده هو كان بيتحمل على نفسه او كان مصاب ولا حضرتك بتديله تعليمات ان هو ما يطلعش قدام خالص؟ دي اسف فراغ دان ايفا اوسكسر دان فون خالد دان شات فون شحات. Der spielt nicht in seine Position, Khaled anstelle von Hussein. Dass er nicht in seine Position gespielt hat, warum dies Auswechsel? Und das, die zweite Frage über Haini, war er fit oder waren Ihre Anweisungen, dass er nicht oft nach vorne marschiert?
Also, Kehl hat, wenn er unsere Spiele verfolgt hat, hat er vielleicht gesehen, dass wir beim letzten Spiel hat er auf der linken Seite gespielt, linke Verteidigung. Hat er noch متابع ماتشات اللي احنا بنلعبها الفتره الاخرانيه بتشوف ماتشات الاهلي فحضرتك عارف ان احنا الماتش اللي فات خالد لعب باك ليفت طول الماتش und Chahed hat viel gemacht nach vorne in der ersten Halbzeit schon in der zweiten und ich wollte einfach da noch sicher gehen und da die Seite zumachen ne darum hat er gespielt حسين بذل مجهود كبير جدا في الماتش النهارده مجهود غير عادي خارق فبدا ان انا احس ان هو يعني بدا يتعب شويه وفي نفس الوقت انا كنت عايز العب على التامين واقفل واقفل المنطقه دي خالص الناحيه دي كنت عايز اقفلها فنزلت خالد Und muss dann einer immer in der Position spielen, wo er immer spielt? Das ist meine Frage an ihn. سؤالي هل لازم دايما اللي يلعب يلعب في ينزل اللي يكون هو طول عمره بيلعب في نفس المكان ده؟ ده سؤال. Oder nicht? لا ده مش. Und Henny ist sicher auch also viel gelaufen. Ist natürlich immer so, was der Gegner auch zulässt. Der Gegner hat sich sehr viel oder schnell zurückgezogen und dann ist natürlich schwierig, dass man Räume dahinter findet, aber er hat auch ein gutes Spiel gemacht da nach vorne, hat mit Percy gut zusammengespielt. طبعا okay. لازم نبقى عارفين ان احنا ما بنلعبش نفسنا يعني بيبقى في منافس بيقفل وبيمنع التقدم بتاع الباكات فهو هاني بيطلع لما بيبقى قادر او لاقي المساحه ان هو يقدر يتقدم لكن في المجمل انا شايف ان هاني عامل ماتش كويس جدا وكان بيطلع كتير على قد ان احنا بنلعب فرقه كبيره وقدر ان هو يلعب مع بيرسي كويس ناحيه اليمين وقدر ان هو يطلعه كذا مره على قدر ان المنافس بيسمح بيه من ثغرات اتفضل مستر كولر لما بارك لحضرتك الفوز التغييرات والنارتك للمباراه ايش كاتوري dann auch dann für die auswechsel und wie sie das spiel auch verwaltet haben Sie haben gestern schon gesagt, dass dieses Spiel ist von zwei Halbzeiten, das erste in Kairo, das zweite in Casablanca. Was sagt das dann für Sie, dass Sie die erste Halbzeit 2-0 gewonnen haben jetzt und keine Tore bekommen haben? Ist das dann, was zeigt das dann Ihre Chancen dann zum Qualifizieren oder ist es dann einfacher geworden jetzt? Nein, ist sicher nicht einfacher geworden. Aber es ist natürlich so, wenn du das erste Spiel gewinnst, kein Tor bekommst und hier zählen ja noch die Auswärtstore. Also ist das natürlich ein Vorteil, aber wir dürfen uns nicht jetzt das Gefühl haben, wir seien schon durch und es wird nichts mehr passieren. Also wir müssen okay, das Spiel uns freuen, kurz und dann wieder abhaken und dann wieder bei 0-0 beginnen. Das wird das Entscheidende sein. Nicht, dass wir denken, ja, wir haben noch zwei Tore Vorsprung, wir können da locker hingehen, locker spielen. Das wird nicht der Fall sein. Also wir brauchen auch wieder eine sehr konzentrierte, hochstehende Leistung. لا الموضوع مش هيبقى اسهل خالص النتيجه مش سهلتش اي حاجه هي 2-0 طبعا واحنا ما تلقيناش اهداف بتديني ميزه او افضليه نسبيه لكن على ارض الواقع ومن معرفتنا بالكوره لا الامور هناك هتبقى صعبه ولازم ان احنا نبقى في قمه تركيزنا لو تصورنا ان احنا رايحين ان احنا خلاص تاهلنا او الامور بقت اسهل الامور هتبقى هناك علينا صعبه جدا احنا هنروح النهارده هننبسط شويه ان احنا بالنتيجه بكره خلاص الموضوع هنقفل صفحه وكأن مفيش حاجه حصلت وبالنسبه لي كاننا رايحين نلعب في المغرب والنتيجه 0-0 ولازم هروح والعقليه ان احنا رايحين 0-0 وان احنا هنبذل كل طاقتنا وكل تركيزنا في ماتش المغرب لان هو هيبقى بالنسبه لي هو ده الماتش الاهم. اخر سؤال اتفضل. Letzte Frage. Ihre Meinung dann über den Schiri und glauben Sie, er hat dann das Ergebnis dann vom Spiel beeinflusst? Nein, also ich glaube, er hat kein, oder alle drei oder die vier, ich glaube, sie haben kein schlechtes Spiel gemacht. Ich habe jetzt vielleicht auch nicht die Szene gesehen, wo der Verteidiger ausrutscht und den Ball eventuell mit den Händen berührt. Ich habe das noch nicht gesehen, ich kann das nicht beurteilen. Aber nein, ich glaube nicht. Also im Großen und Ganzen, es gibt ja immer mal Situationen, wo man darüber diskutieren kann, aber so. Ich glaube, das war okay. لا اعتقد يعني ما اقدرش اقول ان هو اثر على نتيجه المباراه الاربع حكام كانوا كويسين يعني معقول مفيش غير كره واحده اللي ممكن واحد يبص عليها تاني بس انا لازم اشوفها بقى مروح اللي هي الكره اللي اتزحلق فيها المدافع وجابها بايده انها هل هي ضربه جزاء ولا لا لكن دي حاجه بقى اشوفها
يعني في البيت كده بالراحة، لكن في المجمل ممكن يكون في بعض القرارات نقعد نتكلم فيها هنا او هنا حاجات بسيطة، لكن ان هو يغير نتيجة المباراة لا ما حصلش، وشايف ان الامور يعني عادي في الاوكي. كوتش مارسيل كولر هيد كوتش اوف الاهلي، ثانك يو سو ماتش. ثانك يو دكتور. ثانك يو. الاهلي 0-0 زي رجعنا لكم مرة تانية اعزائي المشاهدين. كابتن أسامة الحمد لله رب العالمين من هالمكسب ما دخلتش فيك اهداف. نخش بقى على تصريحات مستر كولر في المؤتمر الصحفي. هو قال طبعا مباراة كانت صعبة قدام الرجاء، ولابد ان نستعد بقوة للقاء العودة ان شاء الله، لكن اللي ركز عليه قوي ان احنا كسبنا شوط اول لسه شوط تاني في المغرب، مش عايزين نرتكن على النتيجة اللي احنا حققناها، وده التفكير الصح وده اللي احنا قلناه بعد المباراة مباشرة. ده شوط اول يعني النادي الاهلي قدر يحقق فيه 2-0، لكن 2-0 النتيجه برضو مش يعني ما اقدرش اقول مطمئنه، لا في كره القدم في توقعات في مفاجآت وفي امور كتير بتحصل، لكن انا كنادي اهلي ولعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني انا دايما اللي بسهل الامور، انا اللي باخد الامور بجديه، لازم اروح هناك. وكانت اهم نقطه الرساله ان اللعيبه وهي رايحه هناك انا كاني ببتدي الشوط الاولاني النتيجه 0-0، ازاي هناك احافظ على 2-0 وازاي هناك ادور على هدف في ملعب الرجاء في المغرب. ده اللي سهل الامور على النادي الاهلي السنه اللي فاتت بعد محمد عبد المنعم ما احرز هدف والنتيجه انتهت 1-1. ازاي النادي الاهلي يدور على هدف هناك؟ ده اللي هيحط صعوبات كبيره جدا على فريق الرجاء، خاصه هناك هتلاقي الملعب بالجمهور هيكون في شحن وضغط جماهيري كبير، علشان كده هناك الامور يعني النادي الاهلي عنده وقت انه يقدر يحضر المباراه الثانيه. النهارده السبت، المباراه الثانيه يوم السبت اللي جاي، النادي الاهلي سافر بدري الطياره الخاصه، اللعيبه تبدا هناك تروح تتعود على الاجواء والتدريب. طبعا النقطه المهمه الثانيه، انت خارج من رمضان، عمليه التغذيه وفرق التوقيت وكان الكلام ده كله، هتبدا بقى تتعود على التوقيت الجديد، تغذيه 3 وجبات، والتغذيه مهمه جدا في المباريات، تطلع من رمضان وكان برضو عدم انتظام النوم والكلام ده كله، فان شاء الله عندك وقت كافي للتحضير للمباراه الثانيه. انت حضرت المباراه دي وانت كان عندك ضغط في الدوري، لعبت مباراه المحله على ما اعتقد، بعدها مباراه سموحه ب 48 ساعه، فدخلت برضو بعدها ب 3 4 ايام او 4 ايام مباراه الرجاء، والرجاء فريق محترم، وده المفهوم الجيد اللي وصله كولر النهارده والرساله بتاعته اللي راحت للعيبه، لا احنا لسه عندنا مباراه تانية، مباراه صعبه، مباراه مهمه، مش عايزين نرتكن لل 2-0. 2-0 دول خلاص يعني مباراه واتقفلت. والنهارده كمان بالمناسبه رقم جيد للنادي الاهلي، الرجاء المغربي على مدار 20 مباراه في البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا بيسجل في ال 20 مباراه، النهارده اول مره النادي الاهلي يوقف فريق الرجاء المغربي، فدي برده من النقط الايجابيه لعيب النادي الاهلي النهارده، فحاجة تحسب للاعبي النادي الاهلي. لكن تصريحات واقعية، مباراة هناك هتكون مباراة صعبة، ودايما اللي هيسهل المباراة هي حتة احراز هدف، هناك هيكون في مساحات كبيرة، النهاردة فريق الرجاء مضيق المساحات، فما فيش مساحات لعيبة النادي الاهلي تقدر تشتغل فيها، محمد شريف اللي بيحب المساحات الطولية، طاهر محمد طاهر اللي بيتوقع ممكن يكون ليه دور في المباراة اللي هناك، حمدي فتحي ممكن يكون ليه دور من بداية المباراة، فهناك ان شاء الله الامور تكون افضل. عمليه الاستحواذ طبعا اللي يقدر يشتغل عليها مستر كولر، خاصه مع الضغط الجماهيري، ازاي تستوعب او ازاي تمتص حماس الجمهور المغربي هناك، ازاي تمتص حماس الجمهور المغربي بالاستحواذ، السيطره على الكوره طبعا الاهم ده كله، ازاي تحرز هدف، ده هيسهل عليك الامور يا كابتن ايمن بشكل كبير. النقطه بس اللي اختلف فيها مع الكباتن في حته مروان عطيه، مروان عطيه هو 100% ده تكليف من المدير الفني، انا بقول كده تكليف مدير الفني النهارده ان هو يلعب 6 و6 يعني لا صريحة. هو بلال كان بيتكلم ازاي طبعا نفسه بيتكلم بلال ما اتكلمناش. طب خلينا نكمل بس هو بيختلف معانا، انت بقالك ساعه بتتكلم، احنا ما اختلفناش بلال، خليك اختلاف مع بلال. مروان عطيه بيلعب النهارده 6 ايوه صح، وكان ديانج بيميل اكتر برضه ل6 معاه، لكن ديانج النهارده كان واخد يعني تعليمات بالناحيه الهجوميه انه يزيد اكتر، فعشان كده مروان عطيه هو اللي كان ثابت. طب مروان عطيه لما بياخد تعليمات في المباريات المحليه
لا شفناه في مباراه الهلال السوداني او مباراه المباراه السابقه من السوداني لما صنع لحسين الشحات، شفناه في مباراه اسوان وهو بي بي بيصنع، برضو شفناه في مباراه الهلال السوداني نفسه شاط كورتين على الجول، واحده جت في القايم ورجعت. فهو عنده الملكه لما بيطلع وبيسدد في مباراه الهلال ولما بيصنع بالتمريرات بتاعته. لكن النهارده من الواضح التعليمات النهارده كانت بنسبه 100% مروان عطيه، هو صمام امام وسط الملعب النهارده قدام الاثنين المساكين، عشان كده ما ظهرش في الناحيه الهجوميه بشكل كبير. صحيح. طيب كابتن علاء عندك رد؟ يمكن لما عندك رد على كابتن اسامه. اصل هو ده هو كلام بلال، الكلام كله موجه لبلال. انا كلامي واضح يا كابتن، انا ما بغيرش كلامي خالص. انا كلامي واضح جدا جدا. طالما عندك في نقص في بص، نص ملعب مسؤول عن مجريات المباراه كلها سواء اذا كانت الدفاعيه او الهجوميه، تمام؟ مسؤول عن 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 الدفاع، لان هو اللي بيعمل التغطيه وهو اللي بيكمل وهو اللي بيضغط من نص الملعب وهو اللي ما بيسمحش او بيسمح صحيح للمهاجمين او للفرقه الثانيه ان هم يخترقوا او لا. مسؤول عن الحته الهجوميه لان هو المكمل، هو اللي بيدي الكي باسز كلها بتيجي من نص الملعب، مش بالضروره يبقى كل مره الباك ليفت اللي بيشتغل والباك رايت اللي بيشتغل. طب النهارده علي معلول ما اشتغلش كتير، طب مين اللي هيشتغل؟ تمام، يبقى الطبيعي هم الثلاثه بتوع نص الملعب. انا ما بتكلمش على مروان تحديدا، انا بتكلم على الطريقه بتاعت مروان. وفي النقطه دي بالذات، في النقطه دي بالذات خلي بالك، ما قال يوديانج النهارده برده ما عملش، ما اشتغلش. ايوه تمام، ما اشتغلش الشغل اللي المفترض كان يشتغل. لعيب سته تمام، عبر السلايه في الشوط الاول كان جيد، والشوط الثاني برضو الاداء قل الاداء البدني شويه. طب بص انت، انا بتكلم بشكل عام، هتلعب بثلاثه ميد فيلدرز يبقى لازم يبقوا ليهم مهام هجوميه واضحه. صح. تمام، مش هتلعب بواحد بلاي ميكر يبقى خلاص بتلعب سته وثمانيه. وبمناسبه المهام الهجوميه، هو سئل عن هاني والاداء الهجومي، فهو قال الاداء الهجومي لمحمد هاني مميز صحيح، ولكن بيحكمه في بعض الاوقات مساله الزياده طبعا التكمله الهجوميه من الجناب، بيحكموا قوه الخصم، قوه المنافس طبيعي النتيجه وظروف المباراه. فواضح ان هو حتى لما بيكون في شغل هجومي من الطرفين الاغلب الجبهه بتاعت علي معلول طبيعي، لان طبعا لان خد بالك علي هو جبهه هجوميه انت بتبني عليها في الاساس. يعني انا النهارده انا كمدير فني وانا ببني الشغل بتاعي ببنيه على مين؟ مبنيه على ناحيه الشمال. انت مش هتبنيه على الاثنين الطرفين بس الواحد من على الاثنين مع بعض لما يكون عندك فرقه قويه منظمه عندهم سرعات في يا كابتن ايمن. لا بتبني على حاجه على حساب حاجه تانية في بعض الاوقات. لكن عايز اقول لك على حاجه، النهارده هاني كان عنده انطلاقات كبيره جدا مش قليله، يعني انطلق بشكل كبير وعمل كام كروس وراح الشوط الاول بالذات طبيعي. لكن انت بتتكلم على واحد السمت الاساسي في طريقه لعبه صح، هو الاداء الهجومي هو علي معلول. فانت بتعمل انت بتضحي، يعني النهارده ممكن تضحي بايه؟ بواحد من نص الملعب، تضحي مثلا بتقدم شو لو مثلا لواحد غير حسين الشحات هتضحي بالتقدم بتاعه شويه عشان خاطر علي معلول هو اللي يبني لك الهجمات دي، فاهم قصدي؟ لكن فانت بتبني على لعيب، هي كواليتي لعيبه يا كابتن ايمن وامكانياتهم. انا النهارده مثلا ممكن يبقى عندي مثلا عمرو السليه تمام، ما هو مش مدافع بنسبه 90% بس يقدر يوصلك في وقت من الاوقات للجول، يقدر يروح يشوط، يقدر يعمل لك الكي باس، يقدر يعمل الثرو باس، يقدر يعمل الكره اللي من فوق اللعيب. هم سالوه برضو كابتن علاء عن عمرو السوليه وحمدي فتحي، قالوا طب ليه ما ابتديتش بحمدي فتحي من البدايه؟ وقال السوليه بيقدم اداء مميز، مستوى شبه ثابت مع الفريق الفترات الاخيره، وحمدي كان راجع من دور برد فغاب عن المران يمكن يوم او يومين، و حمدي فتحي لما احتاجته أثبت كفاءة، فعشان كده هو ما بدأش النهارده. عارف يا أيمن لو العكس هيسألوا نفس السؤال. من عارف لو مثلا بدأ بحمدي صلاح لكن هو السؤال ما بدأش. لكن هو طبيعي، يعني حاجة كويسة على فكرة يبقى عندك البدائل والبداية كلها كويسة، ونزول حمدي فتحي في الوقت ده أحرز لك هدف، وعمرو بيأدي بطريقة هو شايف الراجل، هو عمرو اللي هو اللي يبدأ، ده المدير الفني هو اللي عنده حاجات احنا ما نعرفهاش، هو اللي هو الأدرى واحد بلعيبته هو المدير الفني. فكر مستر كولر هيتغير المباراة التانية. ممكن الى حد كبير، لكن مش هيبقى فكر دفاعي، انا من بعيد كلامي خالص. توازن يقدر يعدي مباراه بسهوله، لكن هو قال كلمه كويسه واحنا يعني اقتنعنا بيها وقلناها كلنا، ان احنا لسه دي خدنا خطوه، ده شوط اول. شوط اول صحيح، لسه هناك. يعني الكلمه دايما بنقولها هنا في الاستوديو، النتيجه 0-0، ماليش دعوه ب2-0 دي. هبدا ابذل اقصى مجهود عندي ان انا اكسب المباراه هناك بالنتيجه اللي ان شاء الله تاهلك باذن الله. فهو ده كلام عقلاني جدا، وكلام اللي يعني هو يوصل للعيبه كلها، وكلام احنا عارفينه، لكن واكيد اللعيبه كلها عارفه كده. النهارده خلاص المباراه انتهت،
الشوط انتهى ان شاء الله تبدا تحديد الشوط الثاني 2-0 خليها على جنب خالص تبدا ان اول ما حكم بيصفر انا ببدا 0-0 وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى التاهل من هناك ان شاء الله يا رب ان شاء الله احسن لعيب يا كابتن لو قلنا رجل المباراه اليوم يا كابتن احسن لعيب لا ما عنديش مستوى كله مستوى كله متقارب يعني لو خدت شوط اخد الشوط الاول لا لا عايز الشوطين مع بعض لا ما عنديش طيب. انا هحجبها النهارده هتحجبها النهارده طيب كابتن عادل رجل مباراه اليوم جمهور لا لا انا عايز واحد في الملعب يا كابتن عادل الجمهور عايز حد في الملعب يا كابتن في المستطيل الاخضر المستطيل الاخضر الشناوي الشناوي طيب محمد الشناوي لسه انا هخش الكابتن بلال دي بقى عندنا ادميه مروه عطيه كابتن بلال يعني انا بشوف الشناوي النهارده 2-0 رائعين جدا 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 راحوا بالمباراه للمكسب بتاعك النهارده يعني لو لا قدر الله واحده فيهم دخلت هدف احنا كنا في الماتش كان هيروح في حته ثانيه خالص فانا شايف ان الشناوي النهارده يعني لازم يعني بعض الاوقات احنا بنيجي عليه فاهم قصدي لكن لما يجيد هو اعتقد هو السبب الرئيسي النهارده ومن بعديه محمد عبد المنعم عجبك محمد عبد المنعم وأداء محمد عبد المنعم جدا اداؤه النهارده متميز جدا 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 الدفاع والهجوم ايوه كابتن اسامه محمد الشناوي برضو محمد الشناوي طبعا سبب الاهم انك انت تطلع شباكك نظيفه كان في فرصتين يعني شبه اهداف مؤكده للفريق الرجاء تصدى ليهم في الوقت المناسب قراراته كلها سليمه كرات الثابته بيطلع مديك يعني ثقه وره فالنهارده افضل لاعب في المباراه محمد الشناوي انا بديها لمحمد عبد المنعم بس انتوا اغلبيه يبقى محمد الشناوي رجل مباراه اليوم من وجهه نظر نجومنا الكبار خلصنا ان شاء الله ان شاء الله بقى الشوط الاول انتهى هنا نادي الاهلي قادر بمشيئه الله ان هو يحسم الامور في المغرب زي ما بيحسمها كل مره وزي ما حسمها السنه اللي فاتت بالرغم من ان السنه اللي فاتت في دور الثمانيه قدام الرجاء كسبنا هنا 2-1 والرجاء جاب هدف مبكر على ارضه وسط تشجيع جماهيري جنوني والنادي الاهلي تمكن من احراز هدف التعادل عن طريق محمد عبد المنعم وقدر النادي الاهلي يصعد لدور الاربعه. المباريات النهارده انتهت لسان داونز النهارده كان بيلاعب شباب بلوزداد الجزائر مباراه خارج ارضه سان داونز كسب 4-1 سيمبا التنزاني مع الوداد بطل المغرب على ارض سيمبا في تنزانيا سيمبا كسب 1-0 الترجي التونسي امبارح كان بيلاعب شبيبه القبائل في الجزائر والترجي كسب 1-0 احنا عندنا تقريبا بنسبه كبيره جدا نسبه كبيره جدا اللي ضمن التاهل للدور اللي بعد كده سان داونز كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه العوده وزي ما قالوا كابتننا الكبار في وقت ان شاء الله للاستشفاء للتحضير التجهيزات سواء خارج الملعب بالتهيئه النفسيه او ان شاء الله داخل الملعب عن طريق التدريبات والمحاضرات النظريه لمستر كولر مع اللعيبه هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه ونرجع لحضراتكم مره بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس منورنا كابتن ناصر كل سنه وحضرتك طيب تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان تحياتي لكم الكبار كابتن علي ابو الرحمن كابتن علاء ميهوب كابتن بلال وكابتن اسامه حسن كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين جميعا وكل سنه والشعب المصري كله بخير وفي امن وفي سلام ان شاء الله كابتن ايمن مبروك النادي الاهلي النهارده وهارد لك لنادي الرجاء قبل نروح للحاله التحكيميه نتكلم على حكم المباراه هو الحكم السوداني اللي هو محمود علي اسماعيل كابتن بلال اتكلمنا انا وانت قبل كده في نقطه مهمه جدا وهي الشخصيه التحكيميه كابتن علي كان النهارده بيتفرج معانا واحنا اتفقنا على حاجه مهمة يعني كلنا شفناها وهي الشخصيه التحكيميه كابتن بلال لو انت مدرب ممكن تدي اللاعب كل حاجه تديه بدني تديه فني تديني خططي الا شخصيه اللاعب ما تقدرش تديها له دي حاجه بتبقى موهبه من عند ربنا وكذلك التحكيم انا كمحاضر يا اسامه اديك كل حاجه اديك القانون واديك فهم القانون وتطبيقه وكل حاجه جميله جدا الا الشخصيه التحكيميه لو مفيش شخصيه تحكيميه يبقى مفيش تحكيم يا كابتن اسامه النهارده للاسف الشديد مباراه سهله جدا 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 كانت فرصه لهذا الحكم ان هو يؤدي اداء افضل من كده بكتير جدا
فيش اختبارات كتيره ولاعيبه ولا اروع. كابتن بلال جمهور جميل جدا، فيش ضغوط عليك. طب انت يعني مستني ايه؟ يعني ده النهارده الاتحاد الافريقي بيختارك حكام النخبه، ولكن النهارده مردودك في هذه المباراه للاسف ما كانش على مستوى المباراه. المباراه كانت اكبر بكتير جدا من هذا مستوى هذا الحكم. هنتكلم كابتن عادل في نقطه مهمه جدا جدا وحاله تحكيميه تحليليه بالشرح. شفتها اكتر من مره على فكره كابتن علاء، شفناها مع بعض، شفتها اكتر من مره، وهنتكلم بالقانون عشان الناس تعرف الفرق ايه مخالفه لمس الكره بايدك كابتن بلال، فين التعمد وفين مش تعمد. كل الكلام ده كله هنشوفه في الحاله اللي هي اول حاله معانا النهارده في المباراه. السؤال، الكره هنا بتيجي في الايد، احنا قلنا مش كل كره ما بتيجي في الايد تحتسب مخالفه لمس الكره بالايد، تمام. ولكن انا هنا انا كلاعب مدافع، اللي حصل كان ايه يا كابتن؟ اولا انا نزلت كابتن اسامه، انا اللي نزلت الكره تحت عشان العب بدماغي. الاستثناء الوحيد في مخالفه لمس الكره بايد لو بلال نزل كده ولعب بدماغه كده وجت في ايديه، وجت في ايديه بالظبط، استمر اللعب. تاني لو انت بلال مدافع في هذا الوضعيه، طبعا لو انت في الوضعيه ده هتلعب برجليك الاسهل، الاسهل، ولكن انك انت تنزل على ايديك الاثنين عشان تلعب الكره بدماغك، انت ما لعبتش الكره. الكره هي التي اصطدمت في الراس ثم ذهبت الى الايه؟ الايد اللي هي مش داعمه. امتى الايد تبقى داعمه كابتن عادل؟ لو انت بتعمل تاكلينج بالظبط وبتلعب وبعدين بتسند على ايدك الكره بتيجي في ايدك، دي ايد داعمه، هنا يستمر اللعب. هنا قول لي ايه مبرر الايد هنا؟ مبرر الايد انت اللي عملته كلاعب، يعني انت اللي خاطرت بانك انت حطيت ايدك في هذا الوضع. هنا مش سبورت ابدا ولا هي داعمه للجسم، وبالتالي كمان انت ما لعبتش بدماغك. يعني امتى الاستثناء الوحيد اللي انت ما بتلعب برجليك او بدماغك وتيجي في ايديك حتى لو الايد في وضع غير طبيعي يستمر اللعب. في هذه الحاله والراجل نزل، الكره تصطدم بالراس وبتروح للايد اللي هي مش داعمه للجسم، وبالتالي هنا في مخالفه لمس الكره بايد. هنا الحكم انا بقول عليه كان يجب على الفار ان هو يستدعي الحكم كابتن علاء في هذه الحاله، دي حاله مهمه جدا. الفرق بين اللعب المتعمد وانك انت ما لعبتش بدماغك، هي دي الحاله انا بفسر هنا في مخالفه ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي. وانا بلوم هنا هيثم ايرات حكم الفار، لكن مش حكم الملعب، حكم الفار. لا ايوه، لكن ما بلومش حكم الملعب هنا، لا هنا صعب على حكم الملعب، هو هنا ما قدرش يعني ما قدرش النهارده عنده التفاصيل اللي هو هل اللاعب لعب دماغه وجت في ايديه، ولا هل هي هو عنده مشكله، لان هنا كابتن علاء هنا تفاصيل صعبه. ولكن انا هيثم ايرات النهارده، هيثم انت موجود في الفار عندك اللقطه، صحيح. كان يجب عليك انك انت تستدعي الحكم. هو مين حكم العوده بالمناسبه كابتن؟ معتز من ليبيا كابتن، من ليبيا، حكم ليبيا. وده هنتكلم فيه على فكره مهمه جدا جدا يا جماعه. انا بس رساله للجنه الحكام كلهم ناس محترمه، هذه المباراه الاقصائيه كابتن اسامه لابد ان يكون في حكام اقوياء، شخصيه حكام قويه، خاصه في المباراه اللي جايه هتبقى صعبه جدا جدا، والجماهير هناك طبعا الكل يعلم الجماهير وحماسهم قد ايه. ولكن خلينا في هذه المباراه النهارده بس يعني نقول مبروك للنادي الاهلي، وبنقول هنا ركله جزاء يسال عنها نمره واحد الفار، ان هو كان يجب ان هو يستدعي الحكم، لان دي مش لعب، هو ما لعبش بدماغه. يعني لو لعب بدماغه وجات الكره في ايديه هقول يستمر اللعب، هنا ما فيش لعب، هو اللاعب نزل بارادته وهو اللي حط ايديه في هذه الوضعيه الخاطئه، هو اللي حط ايديه والكره تصطدم في الراس وتيجي في الايد. هنا مخالفه لمس الكره هنا كانت موجوده كابتن اسامه. عاوز تقول حاجه؟ لا تمام تمام؟ تمام. الحاله بعد كده هنا طبعا قرار الحكم المساعد هنا السوداني، حكم ممتاز جدا جدا. وهنا لحظه اللعب هنا بنحاسب اللعبه كابتن، راحت مره واحده للجون هدف، ولكن عندما ترتد من القائم او العارضه وتذهب للاعب في موقع التسلل، هنا التسلل موجود، وهنا كان اللعبه اللي جاب منها هدف كهربا كان التسلل، وهنا القرار صحيح لحكم مساعد. التمركز كان جميل وكان قرار كان صحيح، والفار يؤكد على صحه القرار. اللي بعد كده اللعبه دي مهمه جدا جدا، وهنا نشوف اسلوب طريقه الدخول يا كابتن ايمن، ودي من القرارات الفنيه اللي هي النهارده كانت للاسف الشديد كل قراراته عكسيه، يعني الفاول مش فاول يحسبه. هنا البطاقه، هنا بنتكلم في يعني كابتن بلال بيقول هنا في انذار مستحق، مش هقول لك بطاقه حمراء، ولكن هنا بنقول ان دي بطاقه صفراء بتاعتك انت كحكم، وعندك القدره انك انت تحسب، ودي حكم الفار ملوش علاقه بيها لان دي مش قوه زايده. هنا كان يجب اشهار البطاقه الصفراء، ولكن هنا لم يشهر نتيجه ان الفنيات عنده كمان قليله كابتن بلال. حاله بعد كده
يعني دي بقى توديك نقطة مهمة جدا جدا جدا. أنا لو حكم اللاعب ده لازم أخذ إنذار. ليه؟ ده تمثيل واضح جدا جدا. خلي بالك تمثيل واضح ليه؟ لأن حالة زي دي كابتن أيمن تعمل لك مشكلة. يعني أنت النهاردة حالة لاعب النهاردة حتى لو في تلامس بين اللاعب المنافس هو ما لمسكش لدرجة أنك أنت تمثل بالشكل دوت وتقع وتعمل مشكلة للحكم وتخلي المباراة تاخد وضع تاني. هنا كان يجب هنا إشهار بطاقة للتمثيل ولكن عدى والأمور مشيت. وزي ما أقول النادي الأهلي لما بيكسب الدنيا كلها بتعدي ومفيش فيها مشاكل. حالة بعد كده بحيي الحكم المساعد الثاني في هذه الحالة كابتن هنا وبنقول هنا لحظة التمرين بيرسي تاو وبنشوف هنا حمدي فتحي كان في موقف سليم متغطي طبعا باثنين لعيبه هما ويمكن ده راجل داخل الصندوق واضحه جدا ولكن هنا يحسب للحكم المساعد. احنا اول مره او اول لقطه كابتن علي واحنا بنتفرج بردك احنا هل حمدي في التسلل لا ولكن طبعا يمكن انا وعلاء حسمناها من اول ما اتلعبت وقلنا الهدف هدف سليم والفار اكد على صحه الهدف. دي كانت اخر حاجه معانا. وتاني بنقول يا كابتن ايمن نتمنى للتحكيم الافريقي انتوا بتدفعوا بحكام صغيرين ما عندناش مشكله ولكن يا جماعه خلي بالكم لابد ان يكون الحكم تتوفر فيه الشخصيه التحكيميه دي اهم حاجه. مبروك للنادي الاهلي ان شاء الله نقول مبروك في المباراه القادمه مزيد من انتصارات للكره المصريه وللجماهير المصريه. كابتن ايمن كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب كابتن. شكرا جزيلا وشرفتنا كالعاده. شكرا. بينتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانيه للانديه ابطال الدوري الافريقي والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 في شوط اول وان شاء الله كلنا منتظرين الشوط الثاني يوم السبت القادم. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه وبالتوفيق في مباراه العوده يوم السبت القادم ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن علاء ميهوب. شكرا يا كابتن. شرف. شكرك ايمن ومبروك لجماهير النادي الاهلي شوط اول ان شاء الله. الحسم يبقى في المغرب ونرجع ان شاء الله يا رب بنصر كويس جدا نوصل بيه ان شاء الله قبل النهائي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بالله شكرا كابتن شرفتك. ربنا يخليك كابتن ايمن ومبروك للنادي الاهلي ان شاء الله شوط اول وبالتوفيق ان شاء الله المباراه اللي جايه باذن الله تعالى. كابتن عبد الرحمن شكرا يا كابتن. احنا بنشكر جمهور الاهلي الاول وبعدين ان شاء الله المكسب نيجي من المغرب بيه ان شاء الله وربنا يكرم لان المباراه صعبه الشوط الاولاني خلص الشوط ان شاء الله. كابتن اسامه شكرا يا كابتن. الف شكرا يا كابتن ايمن والحمد لله الشوط الاولاني وعقبال الشوط الثاني وتاهل النادي الاهلي ان شاء الله للدور قبل النهائي باذن الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.